أسئلة. فيعني كنا بنتكلم على موضوع، حد كان بيسأل على اختراق آيفون، هل ينفع اختراق آيفون ولا لأ؟ إجابتي في هذا المنطلق يعني إن زي ما اتفقنا مع بعض، أي حاجة ممكنة مع وجود الدافع. الدافع مثلا يكون إن أنا عايز اخترق هاتف حد من الشخصيات السياسية عشان أقدر أتعرف على معلومات استراتيجية معينة. ولو احنا متابعين الاخبار، الكلام ده حصل تقريبا من سنه تقريبا، كان في فيروس منتشر اسمه بيجاسوس، والفيروس دوت وصل ان هو نزل على هاتف رئيس دوله اوروبيه، وفعلا بالفعل كان موجود وحصل اختراق وقتها لهواتف من نوع ايفون، وكان المفروض ان وقتها يعني ده من الحاجات السكيور جدا. طبعا اي مشكله بيتم اكتشافها في ايفون او اي نظام شبيه او اي منصه عموما، بيتم التعامل معاها بشكل سريع، وبيتم تنزيل ترقيعات امنيه لحل هذه المشكله. خلوني كده هشغل اهو التسجيل. تمام. دلوقتي كده التسجيل شغال. فاحنا اللي بنقوله ان اي حاجه ممكن تكون عرضه للاختراق طالما توافر الدافع. واديتكم مثال على قصه الفيروس اللي كان اسمه، او الهجوم اللي كان ممكن عن طريق منصه او عن طريق تطبيق اسمه بيجاسوس، وتم من خلاله اختراق تليفونات العديد من الاشخاص عشان يجيبوا منها معلومات. فاحنا نسال نفسنا يعني ايه هو هيكون الدافع بتاع المهاجم ان هو يهاجم تليفوني؟ انا طبعا يعني لو بشتغل في جهه سياديه، بشتغل في هيئه سياسيه، الكلام ده انا ممكن اكون عرضه لحاجه زي كده، لان ساعتها هيكون في دافع ان يتم اختراق الهاتف بتاعي، وبالتالي يتم تسريب معلومات قد تضر يعني موقف امني في دوله ما. ف اي حاجه ممكنه يا باشمهندسه خديجه، ولكن نسال نفسنا ايه اللي هيكون الدافع ورا حاجه زي كده. مش بقول كده عشان نتحول ان احنا كلنا نبقى قلقين وبارانويد والكلام ده، ولكن نحاول على الاقل ان احنا كلنا نتبع اجراءات سليمه في التعامل. لما ينزل لنا تحديث ننزل التحديث، لما يطلب مننا نعمل ابديت لبرنامج فيسبوك، ماسنجر، كروم، ويندوز ابديت، نعمل الابديت. ما نشتغلش من غير انتي فايروس، ما نحملش تطبيقات من خارج الماركت الرسمي لسواء اندرويد او ابل، ما ننزلش او ما نعملش روت لجهاز الاندرويد بتاعنا. حاجات كتير جدا من ضمنها الحاجات دي ممكن تساهم في تحسين المستوى الامني الخاص باجهزتنا عموما في العصر اللي احنا بنعيشين فيه دلوقتي. شفت طبعا برضو سؤال اخر بيتكلم على هل ينفع نستخدم، خليني كده اوضحها لكم على الشاشه، DVWA. الحقيقه ان انا ما اشتغلتش عليها قبل كده، ولكن هي شبيهه بحاجه احنا هنشتغل عليها ان شاء الله النهارده، اسمها الميتا اسبلويتابل في ام. ودي في ام برضه تعتبر فيها ثغرات بنستخدمها في التدريب. انا ما بتكلم في كورسات تطبيقات الويب، انا بشتغل على في ام اخرى، خليني اعرض اسمها معاك، اسمها ويب جوت، ودي من واسب. دي وبنايز في ام، دي اسمها ويب جوت، ودي من واسب اللي هم الشركه او المؤسسه او المنظمه المهتمه بثغرات الويب ابلكيشن والكلام ده. فطبيعي الماشين اللي تشتغل عليها دي ممكن طبعا تشتغل وتجربها وتشتغل وتتعلم عليها، لان هي اولا واخيرا ليها غرض تعليمي. السؤال الاخير اللي جاء كان بيسال هل المحتوى بتاع الكورس مشابه للكتاب بتاع ماثيو ووكر. الحقيقه كتاب ماثيو ووكر لما انا دورت لقيت ان هو عامل كتاب عن سي اتش اول ان وان جايد، ده يعتبر مصدر جميل جدا لو انت عايز تاخد معلومات اكتر بعد الكورس ده. ولكن زي ما احنا قلنا، احنا الكورس بتاعنا 9 ساعات، انما الكورس بتاع السيرتيفايد اسكال هاكينج من شركه اي سي كونسل ممكن يتجاوز يعني يوصل لحد 40 ساعه تقريبا على 5 ايام، 8 ساعات في اليوم. فطبعا انت ممكن بعد هذا الكورس تستطلع هذا الكتاب لو انت بتملكه، وتشوف ايه المعلومات الاضافيه اللي ممكن تكون موجوده فيه. هاويفر يعني احنا هنحاول قدر المستطاع نغطي كل المراحل اللي اتكلموا عليها في السي اتش، ولكن بدل ما هنشتغل بكل الطرق اللي تم تخطيطها، هنديكم نبذه عن اكثر الطرق شيوعا. وبس كده دلوقتي احنا نقدر نكمل مع بعض. وانا رجعت خلاص الريكوردنج، وكان استاذ فهد عبد الله كان بيقول لي سؤال قبل ما اقفل الريكورد. ممكن تبعت سؤالك يا استاذ فهد؟
طيب هنشتغل يا جماعة على الأدوات وهنشرحها، الصوت بس واضح عند الجميع. طيب موضوع حقن المواقع يا باشمهندس، طبعا يا أستاذ فهد لازم كمبيوتر أثناء الدورة أو حتى يعني بعد المشاهدة، يعني خلينا نقول إن أثناء ما أنا بطبق عملي أنا يا بوضح بس الخطوات من على جهازي الشخصي، ولكن عشان يبقى في عظيم الاستفادة إن شاء الله بعد هذه الدورة محتاجين إن إحنا نطبق عملي، فأنت مش هتعرف تطبق عملي غير على جهاز شخصي خاص بيك. كان مهندس فارس الحربي بيسأل كيف يستفيد الهاكر من حقن الموقع. والله بص احنا عندنا كذا شكل من اشكال الحقن للموقع، اكثرهم شيوعا هو ما يعرف باسم السيكوال انجكشن. السيكوال انجكشن ببساطة بيمكن المهاجم ان هو يخاطب قاعدة البيانات المرتبطة بهذا الموقع بشكل مباشر، فيقدر عن طريق حاجة زي كده ان هو يستدرج او يستخرج من قاعدة البيانات كمية معلومات ما كانش المفروض يقدر ان هو يوصل لها، زي قاعدة بيانات اسامي المستخدمين، الايميلز او عناوين البريد الالكتروني الخاصة بيهم وهلم جرة. فالاستفادة من حقن الموقع ممكن تتم باكثر من طريقة ديبندنج او اعتمادا على هو انا هحقن الموقع بايه. حقن الموقع غالبا الطريقة الاكثر شيوعا او الاكثر شهرة تعرف باسم السيكوال انجكشن، والسيكوال انجكشن زي ما انا وضحت ممكن يؤدي ان كل البيانات اللي موجودة في قاعدة البيانات المرتبطة بهذا الموقع يتم تسريبها. وعندنا ان شاء الله على ما اظن غدا هنتكلم على غدا او اخر يوم هنتكلم على الويب ابلكيشن بنتريشن تيستينج، وهناخد لاب على موضوع السيكوال انجكشن اتاك، فهنشوف الحقن في المواقع بيتم ازاي اذا كان هذا هو سؤالك. طيب نبدأ كده مع بعض ان شاء الله نكمل. طيب دلوقتي كده احنا عرفنا الثريتس، السؤال هنا بقى دلوقتي هو الهاكينج بيتم منين، مين بيقدر ان هو او الهاكر لما بيعمل الهجوم بتاعه بيعمله من انه جهاز. الهاكر زي ما احنا اتفقنا او زي ما اتفقنا في البداية في حاجة تعرف باسم الاي بي ادرس، والاي بي ادرس عموما هو يعتبر الحاجة اللي بنقدر منها نقول الشخص ده جاي من اي دولة، جاي من انه موقع. انا حاليا في موقع الحالي دلوقتي انا قاعد في مدينة الجيزة، فانا لما اقول what is my IP address هلاقي ان انا الجهاز بتاعي مربوط بـ IP address واضح قدامكم من العيان. الـ IP address دوت لو اي حد خده وعمل عليه بحث في موقع زي what is my IP address هيطلع عناوين تفصيليه زي انا الدوله اللي انا قاعد فيها، ممكن اوصل لحد مستوى المنطقه الجغرافيه اللي انا موجود فيها تحديدا والدنيا ماشيه ازاي. مش معنى ان انت معاك الاي بي ادرس بتاعك تعرف تعمل حاجه، لان برضو من بعض المشاكل اللي الناس بتشوفها يقول لك انا لو جبت الاي بي ادرس بتاعك انا كده هخترقك. لا طبعا مفيش حاجه اسمها كده. الاي بي ادرس دوت في الاخر هو عنواني، حضرتك عايز تجي لي تعالى اهلا وسهلا، لكن لو لقيت نظامي في ثغره انت ممكن تخترقني، غير كده لا. طيب الهاكر لو عمل الهجوم بتاعه من الاي بي ادرس الخاص بيه هيكون سهل جدا ان انا اقدر اتعرف على هذا الشخص واقدر اعرف هو جاي منين وابلغ السلطات المسؤوله في هذه الدوله، وهنروح نجيبه من راسه كده ونسلمه للانتربول بقى ويتم محاكمته والكلام ده كله. ده يخلي الهاكر لما بيعمل الهجوم بتاعه، اي نعم يا باشمهندس باندر بيعمله من الكالي بس مش مهم، يعني الكالي المهم ان الهاكر يحاول يخبي شخصيته، يخبي الاي بي ادرس بتاعه. ممكن الهاكر يخترق نظام، يخترق منه نظام اخر، ويخترق منه نظام اخر في نظام اخر في نظام اخر، واخيرا من اخر نظام اخترقه يخترق الهدف الحقيقي. ده بالنسبة لي نوع من انواع الهجوم او نوع من انواع التورية او المواربة، بنسميه بشكل عام الدي البروكسي تشين، او بنسميه بمعنى اخر الديزي تشين. طب ازاي الهاكر يقدر ان هو يخبي نفسه؟ عن طريق استخدام البروكسي، عن طريق استخدام شبكة زي شبكة تور، عن طريق استخدام البروكسي تشين. ولكن خلي بالكم يا جماعة استخدام الفي بي ان او التور او الكلام دوت في بعض الدول قد يكون عليه عقوبات، فعموما يعني ما نحاولش نجرب الكلام ده لو احنا التشريعات او القوانين عندنا بتمنع ان حد يستخدم بروكسي. العنوان بتاع ما هو يخفي عنوانه يا باشمهندسة فرح ان انا احط عنوان وهمي، هو ده المعنى الحقيقي. في الاخر خلينا نبقى فاهمين حاجه، ان المهاجم لو هيهاجم من اي بي ادرس مثلا 192.168.1.1 مثلا يعني،
فلازم لما يبعت الطلب بتاعه للموقع اللي هو عايز يصيبه الرد لازم يرجع لنفس العنوان، فلازم العنوان ده يكون عنوان حقيقي وموجود في مكان ما. المهاجم بقى ما ينفعش يهاجم من جهازه او عنوانه الحقيقي، فبيعمل ايه زي ما كنت بشرح، بيخترق جهاز منه، يخترق جهاز اخر منه، يخترق الجهاز اللي هيقوم منه بعملية الهجوم، والجهاز اللي هيقوم منه بعملية الهجوم دوت هو اللي هيكون المصدر. في الحقيقة اللي بيقوم بالهجوم هو الهاكر اللي قاعد هنا، ولكن المصدر بالنسبة لأجهزة الحماية والسلطات هو جهاز موجود في دولة أخرى بأي بي أدرس مختلف، ومحدش لو قدروا أن هم يكتشفوا عنوان هيكتشف عنوان هذا الشخص، إنما مش هيكونوا عارفين مين بقى اللي كان بيكلمه إلا لما يبذلوا مجهود خرافي الحقيقة عشان يعرفوا يعملوا حاجة زي كده. الطريقة من الطرق اللي الهاكر يقدر يخبي نفسه بيها إن هو يستخدم حاجة تعرف باسم البروكسي تشين، او يستخدم شبكة اسمها التور. التور دي تعتبر هي زي البراوزر اللي احنا لما بنحب ندخل على الدارك ويب بنستخدمه عشان ندخل على الدارك ويب. التور عموما هي عبارة عن شبكة من الاجهزة المنتشرة على مستوى العالم في كل مكان في العالم تقريبا، وانا من جهازي في اي وقت لما احب ان انا اخبي شخصيتي واطلع او اطلع من مصدر او شبكة مختلفة بدخل جوه الشبكة اللي اسمها التور، وشبكة التور دي بتطلعني من اي دولة بشكل عشوائي. فلما الهاكر يحب يعمل هجوم بيدخل جوه شبكة التور، ومنها الهجوم بتاعه بيطلع من أماكن عشوائية على مستوى العالم، والجهاز المستهدف في الآخر ما بيكونش عارف غير العناوين اللي الهجوم جاي منها، ولكن عنوان الشخص الحقيقي اللي كان عامل الهجوم ده بيكون مجهول من ناحيته. أتمنى يكون الموضوع واضح لكم، وإن شاء الله حتى لو الحاجة مش واضحة دلوقتي ففي التسجيلات ممكن تكون في أي مشكلة. لحد كده هنا يا جماعة الكلام ده واضح ولا في حد عنده قلق من حتة معينة أو مش فاهم جزئية معينة؟ طيب الخلاصة بس هنا يعني إيه؟ إن مفيش مهاجم هيهاجم من جهازه، المهاجم بيستخدم وسائط عشان يقدر من الوسيط دوت ان هو يعمل الهجوم بتاعه، لان المهاجم يا استاذ مشعل لو عمل هجوم من جهاز مختلف ففي الحاله دي مش هنقدر. بص يا باشمهندس عبد الله القحطاني، ده كورس اساسيات، فاحنا بنحاول قدر المستطاع نشرح الاساسيات ونشرح الكونسبت، لان بدون فهم الكونسبت او الاساس التطبيق مش هيكون ليه اي فايده. زي مثلا لما اجي اقول لك يلا بينا نعمل هجوم بافر اوفر فلو، لو احنا مش عارفين الميموري والستاك والداتا ستراكشر والهيب والبوش والبوب احنا مش هنعرف نفهم يعني ايه اصلا بافر اوفر فلو اتاك، وايه هو الريفرنس اي دي، وايه هو كل الكلام ده. فاحنا يعني خلينا كده نتفرج مع بعض واحده واحده وهنمشي واحده واحده. بالنسبه لمواقع الفي بي ان، مواقع الفي بي ان يا باشمهندس مشكلتها في الاخر ايه؟ ان انت موقع مثلا زي نورد في بي ان، خلاص موقع زي نورد في بي ان ده انت بتدخل عليه من جهازك الشخصي ومنه بتطلع تكلم العالم، مظبوط مش ده اللي انت بتقوله؟ لكن موقع نورد في بي ان ده خاضع لاشراف سلطات، او عليه زي قاعده بيانات بتقول ان الاي بي ادرس البابليك الفلاني ده الساعه كذا يوم كذا كان فلان ده كان واخده. لما تجيله جهات تحقيق او جهات انفاذ القانون تقول له انت من الشبكه بتاعتك حصل هجوم، والهجوم ده حصل الساعه كذا يوم كذا من اي بي ادرس كذا، ففي الحاله دي هيقدر الموقع بطبعا تصريحات معينه من الانتربول او من جهات انفاذ القانون ان هو يجيب العلاقه ساعتها ويقول لك مين من الاعضاء اللي عنده استخدم فعلا الاي بي ادرس ده في الوقت ده. فالفي بي ان لوحده ما ينفعش، ولكن المهاجمين بيعملوا ايه؟ ممكن يستخدموا حاجه زي التور نتورك، لان هي بتبقى شبيهه بالفي بي ان ولكن غير مركزيه، فما فيهاش قاعده بيانات تقول مين كان واخد اي بي ادرس ايه في وقت فلاني. برضه ممكن يستخدموا ما يعرف باسم البروكسي تشين، او ان هم يخترقوا نظام، يخترقوا منه نظام، يخترقوا منه نظام ثالث، ويتم الهجوم عن طريق اخر نظام. وشكرا مهندس حكيم، يعني هو اهم حاجه في الموضوع عندنا زي ما انا قلت في البدايه خالص، احنا بنتعلم هذا الكلام للصالح العام، بنتعلم هذا الكلام عشان نقدر نحمي منشاتنا من الاستهداف، زي ما كنت بشرح
اي حرب دلوقتي بقت بتبدا بحرب سيبرانيه بتستهدف ان هي تمحي او توقع البنيه التحتيه للدول. فاحنا بنتعلم ده عشان نقدر نفهم الاساس ايه ونحمي بياناتنا. انما لو عايزين بس ان احنا بنشوف اداه بتشتغل ازاي في 500 طريقه وطريقه ممكن فيها نشوف. انت مثلا خد كلمه بروكسي تشين وروح حضرتك افتح موقع زي يوتيوب على سبيل المثال واكتب بروكسي تشين لاب، هتلاقي اكتر من مصدر بيقول احنا ازاي ممكن نعمل بروكسي تشين او ازاي ممكن نستخدم البروكسي تشين عشان نقدر اننا نفتح مثلا خلينا كده بروكسي تشين لينكس وافتح كده مثلا دور هنا، هتلاقي فيديوهات كتيرة جدا بتتكلم على ما هو البروكسي تشين وكيفية تطبيقه بشكل عملي. وهنا مثلا في شخص عربي حاطط فيديو ازاي تخفي نفسك باستخدام بروكسي تشين، يعني هتلاقي مصادر. انما احنا بنقول خد العناوين العريضة وخد منها اللي يفيدك بعد كده. طيب ازاي بقى الاتاك او الهجوم السبراني بيحصل لما الهاكر بيقوم بيه؟ الهاكر في اول مرحلة بيبدأ بعملية اسمها الريكونسنس او الاستطلاع، بيتم عملية استطلاع للمصدر او للهدف اللي انا عايز اقوم عليه بعملية الهجوم. بعد ما بيتم الاستطلاع وبنعرف الهدف ده هيكون عرضة لاي ثغرة من الثغرات، زي مثلا لقيت ان هذا الهدف شغال بنظام تشغيل لينكس وهذا النظام مش نازل عليه تحديث معين فمخليه عرضة لهجوم من الهجمات اللي بتؤدي لاختراق نظام تشغيل لينكس. فالهاكر بعد ما بيجيب هذه المعلومة بيدور على كيفية استغلال هذه الثغرة، فبيدور على الاكسبلويت اللي تقدر ان هي تخترق هذه الثغرة. طيب لقينا الاكسبلويت، بنشوف ازاي نقدر نعمل ايصال لهذه الاكسبلويت لهذا النظام. يعني على سبيل المثال ممكن يبقى طريقة إيصال هذه الثغرة ما تنفعش عن طريق إن أنا أعمل بينج على هذا الموقع، بس أنا عايز أدور على موظف موجود جوه هذا المكان وبعت له إيميل وحط له في الإيميل ده ملف ملغم. أول ما الموظف أو الشخص اللي داخل هذه الشركة يفتح هذا الملف يحصل ضرب للثغرة اللي موجودة جوه الشبكة. ده مثال. مثال اخر ان مثلا نجيب الفيروس او نجيب الاكسبلويت دي نحطها على يو اس بي ميموري او على فلاش درايف ونروح حوالين المنطقه اللي هيكون فيها المنشاه دي ونرمي الفلاشه دي في اي موقع، ممكن حد يلاقي هذه الفلاشه وياخدها ويكون عنده حب فضول يستطلع ايه هو اللي موجود على هذه الفلاش ميموري فيوصلها في جهاز من اجهزه الشركه ويتم برضو الموضوع. مرحلة الدليفري احنا ممكن نفكر ازاي نقدر نوصل الاكسبلويت دي لداخل الشركة، ممكن عن طريق ان انا ابعتها مرفقة في ايميل، ممكن عن طريق ان انا زي ما انا قلت اتحايل على الاشخاص، اعمل عملية السوشيال انجينيرينج اديها لحد يحطها عنده، احاول اتعاقد مع حد من جوه الشركة ويكون عايز يأذي الشركة واقول له حط الفيروس ده في الشبكة بتاعتك في مقابل مبلغ من المال. طرق كتير جدا ممكن اعمل بيها عملية الدليفري، ولكل طريقة من دول انت لما هتتخصص او لما هتتعمق في مجال التأمين هتعرف ان مثلا موضوع ان موظف يجيله ايميل في ملف ملغوم والموظف يفتحه، ده ممكن نعالجه عن طريق ان احنا ندي توعية للموظفين بخطورة الايميلات المجهولة، وان مش اي ملف يجيلك على الايميل وان مش اي ايميل من اي شخص ما تعرفوش مفروض ان انت تفتحه. موضوع ان احنا اليو اس بي ميموري وتترمى واي حد ياخدها يوصلها في جهاز، هتقدر تعرف برضو ان التوعية او توعية الموظفين ممكن تحمي من حاجة زي كده، ولكن في نفس الوقت برضو محتاج انك على اجهزة الشركة تقفل الفلاشة محدش يقدر يوصل فلاش ميموري، تقفل ان حد يقدر يعني ان هو يعمل سيت اب للابليكيشن، تقدر مثلا خلينا نقول انك كان المثال الاخير كان اليو اس بي ستيك. يعني في طرق كتير جدا تقدر ان انت تعملها غير الاويرنس، وغير وبرضه ممكن تكون محتاج ان انت تسطب بعض التطبيقات او البرامج عشان تحمي حاجه زي كده. طيب حضرتك على خير، الفيروس وصل للهدف. الفيروس اول ما بيشتغل او الاكسبلويت اول ما تتفعل، ده هنا بيحصل عمليه الاكسبلويت، والاكسبلويت دي فعليا ان النظام بيتم ضربه بهذا الفيروس. بعد ما النظام بيتم ضربه هو حرفيا كده الهجوم خلاص، يعني تقريبا كده خلاص المهاجم بقى ليه دخول على النظام، ولكن المهاجم بقى ممكن لو حابب ان هو يعمل باك دور او يعمل زي بوابة يدخل منها اي مرة تانية، او هو كان عايز يخش عندك على
النظام عشان مثلا ينزل رانسام وير يشفر بيه البيانات، او عشان يسطب كي لوجر عشان يسرق بيه الباسوردات اللي بتتم في الشبكه، او يدخل عندك في النظام عشان يسطب بعض التطبيقات اللي تقدر ان هي تمهد لسرقه البيانات اللي موجوده في الشبكه. فبندخل بقى المهاجم ممكن يعمل انستوليشن ان هو يسطب التطبيقات او البرمجيات الضاره اللي هو عايز ينزلها. ممكن يكون البرمجيات الضاره دي هي فيروس. خلي بالكم يا جماعه، الرانسام وير او فيروس الفديه هو في الاخر بيكون هجوم كامل، بيبدا ان انا بستطلع انا عايز ابعت الفيروس او الهجوم ده الفديه ده لمين. لازم اكون عايز ابعته لشركه ليها رأس مال كبير ومعلوماتها مهمة وحساسة، عشان كده لو انا قدرت ونجحت ان انا اشفر البيانات بتاعتهم، الشركة دي هتدفع لي الفدية عشان ترجع تاني بياناتها. بعد كده بجهز لهم الفيروس او بجهز لهم فيروس الفدية اللي بيكون مرتبط بثغرة موجودة على نظام من انظمتهم. فمثلا بشوف ان الناس دي مش شغالة بانتي فيروس، مش شغالة او شغالة بتطبيق معين ممكن يسهل علي عملية نشر هذا الفيروس الدليفري والاكسبلويت، ولكن الهدف النهائي بقى ان انا انزل فيروس الفديه فعلا، وده اللي بيحصل في الانستوليشن. ممكن برضو بعد ما يحصل الانستوليشن ممكن يكون هدف المهاجم ان هو يعمل فقط كوماند اند كنترول. لو انتوا فاكرين لما كنت بتكلم على البوتنت اللي هو كان بيستخدم في الديدوس اتاك، المهاجم ممكن يعمل كل ده فقط عشان يتحكم في الاجهزه دي، عشان لو في يوم من الايام حب يعمل هجوم زي هجوم الديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس يقدر ان هو ينجح ويقدر ان هو يعمله. وزي ما اتفقنا كل ده في الاخر هيحقق الهدف بتاعه او الهدف من الهجوم اصلا، تشفير بقى بيانات، سرقه بيانات بغض النظر. هنا ده توضيح للمراحل كلها. وزي ما انتم شايفين هنا انا باشمهندس بندر كنت بتقول لي الادوات، فانا برضو بقول في السكاننج مثلا بنستخدم تقريبا نفس الادوات اللي انا قلتها. في الويبنايز مفيش اداه محدده، لكن عموما الدنيا يعني بحاول ان انا اذكر الادوات بشكل عملي كل ما تكون في فرصه. طيب كده احنا عرفنا يعني ايه هاكينج، عرفنا يعني ايه اتاك، عرفنا الاتاكس ممكن تتعمل منين او ايه هي اشكال الاتاكس المختلفه، عرفنا المصدر بتاع الاتاك المفروض ان المهاجم ما بيهاجمش من الاي بي ادرس الخاص بيه، وعرفنا بعد كده الاتاكس بقى مراحلها مرحله مرحله، استطلاع النظام، معرفه انا ههاجم النظام ده ازاي، اديليفر ازاي، اكسبلويت ازاي. مهندس حكيم مظبوط كلامك، المهاجم او الهاكر لما بيعمل اكسبلويت على النظام ممكن يقدر ان هو يعمل اكسبلويت بصلاحيات محدوده، فيقدر ان هو مثلا يعمل اسكليشن للبريفليج، او ان هو دخل على نظام ولكن من النظام ده يحاول يخترق باقي الانظمه اللي موجوده في الشبكه، وده بنسميه اللاترال موفمنت. ففعلا الهاكر عموما انا بقول ان الهجوم بيقف تقريبا في الموقع ده من وجهه نظر ان انا اخترق النظام. ما بعد ذلك بقى مفتوح لخيالكم، الهاكر ممكن بقى يعمل اي حاجه لان هو بقى حرفيا موجود على جهاز من اجهزه الشركه ويقدر يعمل اي حاجه عايز يقولها. طيب الهاكرز عموما ما بيبقوش تصنيف واحد او ما بيبقوش حاجه واحده، احنا عندنا اكثر من تصنيف للهاكرز. الشكلين الشائعين للهاكرز اللي هم بيفرقوا بين الابيض والاسود هم ناس بنسميهم الوايت هات او ذوي القبعه البيضاء، وهم دول الهاكرز الاخلاقيين، هم دول اللي انا اتمنى ان احنا كلنا نكون منهم. الوايت هاكر دول بيبقوا ناس، او الوايت هات دول بيبقوا ناس عندهم مهارات بالكمبيوتر، فاهمين ان استاذ كريم مظبوط، عشان كده انا كنت بوضح فكره الاويرنس تريننج. اوكي فركز معايا في الكلام، انا فعلا وضحت هذه النقطه ان كل ده ممكن يتم لو الموظف عنده وعي كافي او خضع لما يعرف باسم الاويرنس في الشركه او المؤسسه التابعه ليها. ذكرت هذا الكلام بالفعل. الوايت هات عموما دول ناس بيبقوا دارسين كورسات زي اللي احنا فيها، وبيتعلموا الكلام ده عشان يشتغلوا في مجال اكتشاف الثغرات. الوايت هات ممكن يطلب خدمتهم في الشركات عشان يجوا يعملوا الاختراق الاخلاقي، عشان يشوفوا ايه هي الثغرات اللي موجوده على الانظمه ويثبتوا ان هي قابله للاختراق فعلا، وكمان يحضروا زي تقرير بهذه الثغرات وايه هي المتطلبات او التوصيات لسد مثل هذه الثغرات. البلاك هات على عكس الوايت هات بقى هم النقيض تماما.
هم بيدخلوا على الأنظمة من غير أي تصريح، ما بيطلبش خدماتهم، وبيفرضوا إن هم يدخلوا الشركة، ولما بيدخلوا يلاقوا ثغرات ما بيبلغوش عنها، بل بالعكس بيستخدموا هذه الثغرات عشان يسرقوا بيانات الشركة، يقترقوا الخصوصية في الشركة، يحولوا أموال من داخل هذه الشركة، أو يسببوا لهذه الشركة خسائر مادية. في تصنيف يقع بين الاثنين، احنا بنسميهم الجري هات. والجري هات ممكن يكون شخص هو الدافع بتاعه ان هو وايت هات، يعني ان هو بيكتشف ثغرات عشان يبلغ بها الشركات، ولكن احنا اصلا ما طلبناش منه خدمة ان هو يعمل حاجة زي كده، ولكن هو بيعمل ده تطوعا من عنده. ممكن برضو الجري هات يكون مستواه او يكون نيته في الاكتشاف غير مفهومة، ممكن مثلا يكون بيكتشف ثغرات حقيقية، بس هو عارف ان هو لو بلغ بها الشركة مش هيكسب في مقابل ده شيء، فنلاقي ان هو ما بيبلغش عنها وبيستغلها لصالحه. وممكن في بعض الاحيان يلاقي ان هو لو بلغ عن هذه الثغرة يستفيد اكثر من القيمة المادية اللي كان ممكن يحصل عليها لو استغلها بنفسه. ففي الحالة دي هو بيكون عنده يعني خلينا نقول يعني تضارب، هو ما بيبقى الشخص مفهوم في الحقيقة، يعني ما بيبقاش مفهوم هو فعلا خير ولا شرير، محدش هنا فاهم حاجة. وخلينا برضو عارفين ان مفيش حد بلاك هات بيقدر يقول عن نفسه ان هو بلاك هات، عمرك ما هتلاقي شخص يقول لك انا بلاك هات هاكر، مفيش الكلام ده، لان البلاك هات ده بيكون مجرم، يعني بيبقى حرفيا بيبقى كريمينال، بيبقى شخص يعني فعلا يعتبر سايبر كريمينال او مجرم الكتروني او مجرم سيبيري. والناس دي يعني بيكون فيها ليهم ملاحقات او عليهم ملاحقات قانونية يعني لرب السماء يعني. طيب في انواع اخرى من الهاكرز، ولكن يعني ممكن نقول بقى ان هم كلهم ممكن يتم تصنيفهم تحت البلاك هات. اولهم ما يعرف باسم السكريبت كيدي، والسكريبت كيدي دول بيبقوا كده شباب حلوين لسه متعلمين جداد، ويلا بينا نهاجم، فتلاقيه بقى على الفيسبوك بتاعه كاتب اسمه بحروف كده عجيبه غريبه، ما اعرفش انا شخصيا اقراها، كاتب مصطلحات عجيبه، دعس هاكر، كلام كده بصراحه يعني ما بعرفش بصراحه، ما بتعب منه. المهم يعني السكريبت كيدي يعني ايه، بيفتح كده النهارده يلاقي ان في خبر يقول لك اه في ثغره في ويندوز، يروح يدور على الكود اللي او الاكسبلويت اللي بتفعل هذه الثغره. طبعا هو بقى لا فاهم في البرمجه ولا فاهم في الحاجه، هو عمال ياخد الحاجه زي ما هي كده ويجربها. طبعا الناس زي دي ممكن تكون عرضه ان الاكواد اللي بينزلوها اصلا تكون متضمنه لفيروسات الهاكرز الحقيقيين نشرينها عشان يؤذوهم، متخيلين الموضوع ماشي ازاي؟ فالسكريبت كده عموما بيكونوا يعني فاني فانكي، ما عندهمش خبره برمجيه، بيجربوا اللي بيشوفوه خلاص، ولكن هم برضو بنسمي ان هم ما عندهمش موتيفيشن للاتاك، يعني هم بيعملوا هاكينج فور فان، يعني بيعملوا هاكينج من اجل المتعه الشخصيه دي، كده حاجه بيلاقوا فيها نفسهم. على عكس بقى لما نلاقي حد زي الستيت سبونسرد، الستيت سبونسرد ممكن نشوف ان هم دول اللي بيبقوا الجيوش الالكترونيه التابعه للدول. جيش الكتروني مش معنى الناس اللي بيخشوا يكتبوا جروبات وتعليقات على الفيسبوك والتويتر والكلام ده، لا، جيش الكتروني هنا معناه ان احنا بنتكلم على هاكرز قادرين ان هم او منظمين لدرجه عاليه وبيتبعوا او بينفذوا اجنده سياسيه. في حرب بتتم، هندخل نضرب البنية التحتية الخاصة بالقطاع البنكي في دولة معينة. دول ناس يعتبروا ممولين من الدول وبيشتغلوا تحت اشراف اجهزة مخابرات في هذه الدول. عندنا نوع اخر من الهاكرز اسمه الهاكتيفيست، والهاكتيفيست بيكونوا هاكرز منظمين، ولكن اهدافهم ليست سياسية على قد ما هي اهداف حقوقية. على سبيل المثال احنا خدنا مثلا بالنا في بداية 2010 تقريبا كان في مجموعة اسمها الانونيموس، وكانوا بيرمزوا لنفسهم بالماسك اللي هو بتاع في فور فينديتا، كان ماسك كده غريب. المهم يعني ان الانونيموس دول كانوا بيعملوا ماركتنج لنفسهم ان هم اكتيفيست، هم ناشطين حقوقيين، ولكن بيحاولوا ان هم يحققوا او يوصلوا صوتهم عن طريق الهجمات السبرانية. السايبر تيرورست هم يعتبروا ارهابيين على المستوى، او يعتبروا زي مستوى من الارهاب السيبيري او الارهاب التكنولوجي، بينشروا رانسام وير، بيسببوا ذعر، بيسببوا مشاكل، مش
بيستهدفوا دولة معينة بس، بيستهدفوا الناس اللي عايشة في أمان الله، بيستهدفوا المنشآت اللي في حالها، يروحوا يستهدفوا مثلا يضربوا مستشفى برانسوم وير. طب انت رايح تعمل ايه؟ انت رايح تأذي ناس بتتعالج، او تأذي ناس ممكن الكهرباء تتقطع عنها فما يلاقوش ياكلوا ولا يشربوا ولا يشتغلوا، انت بتعمل ايه بالظبط؟ هو بيعمل كل الكلام ده عشان هو عنده مخطط اجرامي، مجرمين مافيا بقى وحاجات ما يعلم بها الا ربنا. السويسايد تيرورست ده بيكون، او السويسايد هاكرز بيكونوا هاكرز انتحاريين مؤمنين بقضية لدرجة ان هم ممكن يسلموا نفسهم عشان هذه القضية يعني. فكل دي تصنيفات للهاكرز هنسمعها من وقت للتاني، ممكن نتعرض ليها في اسئلة في كورسات ليها علاقة بالامن السيبراني، ومهم جدا ان احنا كمبادئ واساسيات نبقى فاهمينها. طيب الوايت هات بقى موقعهم بيكون فين؟ الوايت هات موقعهم ان هم بيكونوا في الاطار التنظيمي من الشركات. يعني انا مثلا لو بتكلم في شركة زي مايكروسوفت، فيسبوك، تويتر، ياهو، جوجل، كل الشركات دي بيكون في تصنيفها الوظيفي او بيكون في سلمها او هيكلها الوظيفي داخل الشركات، بيكون عندي ناس يعتبروا وايت هات. الناس دول بيرمز ليهم برضو داخل الشركات بما يعرف بالريد تيم. بتبقى الشركة فيها فريق سيكيورتي كبير جدا، فريق السيكيورتي ده مقسم لبلو تيم وريد تيم. البلو تيم دول الناس اللي بتأمن وبتحمي وبتعمل سيت اب للفاير وول، بتعمل اعدادات لمكافح الفيروسات، بتحاول مثلا تدي دروس التوعية للموظفين عشان ما حدش يفتح ايميل مجهول المصدر، برضو بيطمنوا ان قسم الموارد البشرية بيعمل كشف على خلفية الموظفين قبل تعيينهم عشان يطمن ان هؤلاء الموظفين فعلا موظفين عندهم قدر من المسؤولية واحترام الذات وناس محترمة ومش هتسبب مشاكل ومش جاية من اماكن قديمة بمشاكلها او جاية تسبب مشاكل. كل الكلام ده البلو تيم بيقوم بيه. البلو تيم ممكن نلاقي تحتيهم ناس زي الانفوسيك او امن المعلومات، ونلاقي تحتيهم برضو ناس زي نتورك سيكيورتي بتوع امن الشبكات، سيستم سيكيورتي امن الانظمة، وهلوم جر. الريد تيم بقى دول اللي بنلاقي ان هم الناس اللي بيحاولوا يكتشفوا الثغرات اللي في الشركة على مدار عمل الشركة. اللي بيحصل ان البلو تيم بيأمن والريد تيم بيحاول يخترق. بعد ما الريد تيم يحاول يخترق لو نجح بيقول للبلو تيم هم اخترقوا النظام المؤمن بتاعهم ازاي، فالبلو تيم يحاولوا ان هم يأمنوا نظامهم بزيادة، فيجي الريد تيم يجرب هل التأمين الاضافي اللي تم عمله ده هل يمثل فعالية ولا لا يمثل فعالية في التأمين، وهكذا. بنلاقي ان الموضوع ماشي دول ما بين الاتنين، كل واحد فيهم يعني ايه، البلو تيم يأمن، الريد تيم يهاك، البلو تيم ياخد معلومات الهاك تم ازاي فيحاول يسد نقط القصور ونقط الضعف، والريد تيم بعد كده يجرب الحلول دي هل هي فعالة ام غير فعالة. الريد تيم هم دول اللي بيعملوا بقى البنتريشن تيستينج، او هم اللي بيعملوا اختبار الاختراق الاخلاقي. البنتريشن تيستينج ده ايه اللي يفرقه عن الهاكينج اللي بيتم اللي احنا شرحناه من شوية؟ ان البنتريشن تيستينج ده بيعتبر محاكاة لهجوم سيبراني، هو ليس هجوم حقيقي. هدف الهجوم السيبراني ده او هدف هذه المحاكاة هو اكتشاف المشاكل اللي موجودة في النظام. اللي بيقوم بعملية اختبار الاختراق دي بيكون هو الاثيكال هاكر، او بيكون هو الوايت هات، وده بيكون شخص عنده امكانيات يقدر منها ان هو يكتشف الثغرات اللي موجودة في النظام ويبلغ هذه الثغرات بعد ما يكتشفها للعميل او للشخص اللي طلب منه يعمل هذا الاختراق. نخلي بالنا من حاجة، فبعض الاحيان بنلاقي ان في الهيكل التنظيمي في الشركات بنلاقي ان في بلو تيم وفي ريد تيم، وفي بعض الاحيان بنلاقي ان الشركة ما فيهاش فقط غير الريد تيم ولكنها متعاقدة مع شركة متخصصة في مجال اختبار الاختراق، ولما البلو تيم بيحتاج ان هو حد يجي يختبر الشبكة بتاعته بيخاطب هذه الشركة، فهذه الشركة بترسل مختبر او بترسل واحد من الهاكر ويقدر ان هو يعني يعمل الاختبار ويبلغ البلو تيم او يبلغ الشركة دي بالتقرير بتاع نتيجة الاختبار بتاعه. برضو ممكن نلاقي ان الريد تيم متاح على منصات عامة زي مثلا هاكر ون. هاكر ون للي ما يعرفش هي تعتبر منصة
بنجمع فيها كل الوايت هات او بنجمع فيها كل مختبرين الاختراق على مستوى العالم، ويقدروا من عن طريق هذه المنصة ان هم يعملوا ارباح او يعملوا فلوس عن طريق ان هم يحاولوا يخترقوا او يختبروا البرامج او الانظمة الجديدة اللي بيتم طرحها من شركة زي شركة نينتندو، بيبال، جنرال موتورز، اي تي ان تي، وهتلاقوا قائمة اكبر بكتير جدا. يعني مثلا نادي وزارة مثلا زي وزارة الدفاع مثلا في دولة ما، مجلس تابع للحل الأوروبي، بدل ما بيعين عنده في الشركة ريد تيم، هو بيشترك مع موقع هاكر ون، ومن خلال هذا الموقع بيقدر يدخل الناس ويكتشفوا ثغرات في هذه الشركات ويبلغوا هذه الثغرات لموقع هاكر ون. موقع هاكر ون بيفحص هذه الثغرات ويتأكد ان هي فعلا حقيقية وبيبلغها بدوره لهذه الشركات، وفي مقابل كده الشخص اللي بيبلغ الثغرة وعلى حسب قيمة هذه الثغرة من ناحية التأثير والضرر بيتم مكافئته بمبلغ مالي قد يصل لمثلا $100,000 لو متخيلين. بتتراوح الباونتي أو بتتراوح المكافأة من $50 $100 إلى حد مثلا ممكن توصل لعشرات الألاف من الدولار يعني. طيب البنتريشن تيستينج من اهم الحاجات اللي ممكن نقولها عنه ان النتيجة بتاعته بتكون لازم في شكل ريبورت او في شكل تقرير. في هذا التقرير المختبر بيسجل او بيدون ايه الملاحظات اللي هو لقاها على هذا النظام، ايه الثغرات اللي هو لقاها في هذا النظام، وكمان بيقول ايه هي توصياته لحل هذه الثغرات. مهم جدا البنتريشن تيستينج لما انت تروح تعمل اختبار اختراق في اي شركة يكون عندك سكوب، يكون متحدد لك ان انت رايح تختبر نظام اكس وواي وزد، لان ده هيخليك تركز على الانظمة المهمة اكتر. في بعض الاحيان ممكن يتم طلب البنتريشن تيستينج مش من اجل الرفاهية، مش مجرد بس ان الشركة عايزة تأمن نفسها، لا، ده في بعض المعايير والستاندردز بتتطلب ان الشركات تخضع لاختبار اختراق من وقت للتاني عشان يفضلوا ملتزمين او متوافقين مع هذه المعايير. معايير مثلا زي الايزو، وهو في الحقيقة مش الايزو، في يعني احنا المعايير لما اقصدها حاجة زي الايزو ستاندرد ده معيار، ففي معايير اخرى زي معيار اسمه البي سي اي، وده ليه علاقه بالبنوك والمؤسسات الماليه. ده بيتطلب ان الشركات تخضع لاختبار اختراق من شخص مستقل عنها كل مده زمنيه معينه. طيب مراحل اختبار الاختراق الرسمي او اللي بيتم عمله في الشركات، هو اول حاجة البلاننج. في سؤال جميل جدا من مهندس حكيم جاي اللي بيقول من غير ما يأذي مصادر الشركة، من غير ما يأذي اصول الشركة. اللي بيحصل ان مختبر الاختراق بيعمل الاختبار اول حاجة سكاننج عشان يقدر يعرف هل السكاننج دوت فيه ثغرات ولا لا، ويدور هل الثغرات دي ليها اكسبلويتس او ليها مصادر او ليها طرق نقدر نستغلها بيها ام لا، ولو لقى حاجة زي كده بيبلغ حاجة زي كده. طيب هل مسموح لي اخترق شخص بلاك هات؟ والله يعني انا مش فاهم سؤالك، بس لو عرفت تخترقه اخترقه، يعني انت هتعمل مصلحة في العالم، ولكن انت ممكن في نفس الوقت تخضع لمشاكل قضائية او قانونية. يعني لو انت مش جزء من جهات تحقيق او من جهات قانونية بتستهدف هذا الشخص او وظيفتها ان هي تقبض على هذا الشخص مثلا، انت ممكن ساعتها تكون بتعمل عمل غير اخلاقي يعني. وطبعا ده بيختلف باختلاف المواقف او باختلاف الفترة اللي احنا فيها. يعني مثلا مؤخرا كان لسه في خبر لطيف جدا ان هاكر او شخص امريكي اخترق الحكومة او الدولة كوريا الشمالية. طبعا يعني هو برضه هو عمل فعل غير قانوني من وجهة نظر كوريا الشمالية، ولكن بما ان كوريا الشمالية يعني تقريبا معادية لأطراف كتير جدا في العالم، فالناس عدوا الموضوع، لكن مش كل الأحوال هتبقى كده. هل أستطيع معرفة ان المهاجم ذلك هو المهاجم الأساسي؟ دي بتبقى وظيفة بقى خاصة بالتحليل الجنائي الرقمي، لان في بعض الاحيان يا باشمهندس مجيد ممكن يحصل فعلا ان يتم توريط شخص والصاق ادله بيه، والادله دي هدفها ان هي تجيب رجله في الموضوع، ولكن اللي بيقدر يثبت حاجه زي كده بقى هو المحقق الجنائي الرقمي عن طريق بقى شغله وعن طريق تحليل ادله وعمليه طويله جدا.
هل الاسكان للمواقع مسموح يا استاذ بندر؟ لا مش مسموح الا لو المواقع دي داخلة ضمن برنامج باونتي هانتر. لو المواقع دي قايلة ان هي بتدفع فدية او بتدفع مكافأة للي بيلاقي عندها مشاكل، وهي بتبقى بتعلن ده اصلا على مواقعها، وكمان بتحدد ايه هي المواقع اللي انت مسموح انك تعمل عليها سكان. هل استطيع معرفة ان المهاجم ذلك؟ انا قلت السؤال ده، ما هي ادوات السكاننج يا باشمهندس حامد حماد؟ هي ادوات كتير جدا، بتختلف على حسب انت بتعمل سكان لايه. بنعمل سكان للبورتس فبنستخدم ادوات سكاننج للبورتس، بنعمل سكان للمواقع بنستخدم ادوات سكان برضو للمواقع. طيب مراحل عمل اختبار الاختراق، زي ما انا قلت اول حاجة المختبر بيعمل بلاننج او تخطيط، وبيعمل استطلاع على الهدف اللي هو رايح يعمل عليه اختراق. الاستطلاع ده ممكن يكون عن طريق ان هو بيشوف ما هي الدومينز والسب دومينز الخاصة بهذا الهدف. ممكن يكون عن طريق السوشيال انجينيرينج، ان هو يدخل على موقع مثلا زي لينكد ان ويشوف هو الشخص او الشركة دي مين الموظفين المسؤولين عن حماية الأنظمة فيها، فيشوف مثلا ان احدهم اخذ كورس مؤخرا في كيفية تشغيل اداة معينة، فيبدأ يعرف ان هذه الاداة بيتم استخدامها داخل هذه الشركة، ويقدر ان هو يستغل هذه المعلومة في تجهيز الهجوم بتاعه. بعد كده المهاجم بيبدأ يعمل سكاننج عشان يقدر يعرف ما هي الثغرات اللي موجودة. ونركز يا جماعة مع بعض، دلوقتي انا بشرح مراحل الاختبار الاخلاقي، مش بشرح مراحل اختبار او مراحل اختراق النظام اللي كانت بتبدأ بالريكون الوبنايزيشن، بعد كده الديليفري، بعد كده الاكسبلويد، بعد كده الانستول، الكوماند اند كنترول، واخيرا الاكسفلتريشن او تسريب البيانات او تحقيق الهدف. انا هنا بقى بشرح المخترق الاخلاقي بيقدر ان هو يعمل ايه في الحياه العمليه. فاحنا عندنا بنبلان، بنخطط، بنسكان، نكتشف هذه الثغرات، بعد كده ممكن نقدر ان احنا ناخد اكسس لهذا النظام، ونشوف بعدها ان احنا ازاي نحافظ على الدخول بتاعنا لهذا النظام، واخيرا بنحضر زي تقرير. في هذا التقرير بنقول ايه المشاكل اللي احنا لقيناها وايه المخاطر اللي احنا لقيناها في هذا النظام. شهادة زي LPT أو OCCB أنت لما هتخشها دي شهادة عملية بالكامل، امتحانها بيكون عبارة عن لاب عملي بيبقى مفتوح لك حوالي تقريبا 48 ساعة، بتدخل VPN على موقع من المواقع وتبدأ أنك أنت تعمل له اختراق. أنت مطلوب منك خلال هذه الشهادة مش بس أنك تبلان تسكان تاخد أكسس، لا كمان ده أنت محتاج تكتب ريبورت، فلازم تبقى فاهم هذه الخطوات يا أستاذ D7ME عشان تبقى فاهم هي الشغلانة بتتم ازاي من البداية. والطرق دي كلها بتتبع غالبا في حاجة ما تعرف باسم البلاك بوكس تيستينج. في البنتريشن تيستينج او في اختبار الاخلاق الاخلاقي احنا عندنا شكلين من اشكال الاختبار، حاجة تعرف باسم الوايت بوكس وحاجة تعرف باسم البلاك بوكس. الوايت بوكس بيكون المهاجم عارف معلومات عن البرنامج او عن المنظومة اللي هو داخل يحاول ان هو يخترقها، ولكن في البلاك بوكس المهاجم ما بيكونش عارف اي حاجة، فبيبدأ ان هو يعمل سكاننج من الاول، يبدأ يتعرف على النظام ويبدأ ان هو يفحص هذا النظام عن طريق التجربة والخطأ. ولكن في الوايت بوكس بيكون المهاجم عارف هذه التفاصيل مسبقا، وبيبقى عارف هو هيدور في انه فانكشن، في انه كنترول، في انه حتة او انه جزء من اجزاء البرنامج. طيب احنا كده خدنا مقدمة عن ايه هو البنتريشن تيستينج، مراحل البن تيستينج، وايه هي الوسائل اللي بيتم بيها عمل البنتريشن تيستينج. اهم حاجة في البنتريشن تيستينج يا جماعة ان بيكون ابروفد، يعني بيكون شيء متفق عليه بين الطرف الاول اللي هو الشركة والطرف الثاني اللي هي الشخص اللي بيقوم بعمل هذا الاختبار، ولازم العنصر الاخلاقي يكون موجود، ولازم نتيجة البنتريشن تيستينج يكون تقرير بيوضح المشاكل التي تم اكتشافها والتوصيات لحل هذه المشاكل. عشان كده مهم جدا لمختبر الاختراق ان هو يكون شخص على دراية وعلم واسع، لازم يكون عارف المشاكل بتفاصيل فنية قوية جدا، وكمان عارف الحلول اللي بترادف ليها. طيب ازاي بقى يكون عند حضرتك الاساسيات اللي يتمكنك انك تبقى راجل قادر ان انت تقف في مجال اختبار الاختراق
على ارضيه صلبه. اول حاجه لازم يكون عندك بيزكس في التكنولوجي، لازم يكون معاك حاجه او عارف معلومات زي المتضمنه في شهاده زي الاي تي اسينشال او شهاده زي الاي بلس، لازم تكون عارف اساسيات نظام تشغيل لينكس، لازم تكون عارف اساسيات نظام تشغيل ويندوز، ولازم يكون معاك مستوى من المعرفه في علم شبكات الاي تي، زي مثلا شهاده زي نتورك بلس او الجزء الاول او الموديول الاول من شهاده زي سي سي ان اي. دي كده بالنسبه لي هي الاساسيات اللي انا حتى للي حضر معايا كورس بدائيات الامن السيبراني انا برضو استعرضت نفس هذه المواضيع وانا بتكلم. دي الاساسيات اللي هتمكنك انك تبقى واقف على ارضيه قويه نسبيا. تاني حاجه زي ما انا برضو قلت في اساسيات الامن السيبراني لان هم كلهم مرتبطين ببعض، لازم تبدا انك تبقى فاميليار باي لغه برمجه بغض النظر هي ايه، اتعلم بايثون، اتعلم سي شارب، اتعلم جافا، اي لغه برمجه، لان انت في الامن السيبراني انت لست مبرمجا ولكنك بتحاول تفكر او تشوف هو الامر من منظور المبرمج هيكون عامل ازاي. مش هيطلب من حضرتك في الامن السيبراني انك تكتب تطبيق، ولكن هيتقال لك او هتتسال هي ايه هي اكثر الاشياء اللي تشكل مشاكل من حيث كتابه تطبيق امن بشكل كويس. يعني اسمحوا لي كده استعرض مع حضراتكم حاجه، انا يعني بحكم شغلي في مجال الامن السيبراني فانا يعني بوصل او بدي تدريبات في اكتر من مجال، في حاجات متقدمه في امن المعلومات وتصميم التطبيقات الامنه. فواحد من الكورسات اللي انا بقدمها كورس اسمه Secure Software Concept او Secure Software Life Cycle، شهاده اسمها CSSLB، ولو حد فيكم ان شاء الله دخل مستقبلا في مجال الامن السيبراني بشكل متعمق هيعرف ان 90% من المشاكل اللي احنا بنقابلها بتكون مشاكل ليها علاقه بمشاكل في تصميم او برمجه من البدايه خالص. فانت كراجل هتشتغل في اختبار الاختراق او في الامن السيبراني محتاج انك تبقى فاهم اساسيات البرمجة عشان لما تحاول تفهم المبرمج هو ازاي يعمل برمجة بشكل امن تقول له خلي بالك من كذا وكذا وكذا. فاي لغة برمجة هتكون كفاية، وكمان ما تخافش من هذا المنظر، بل تعرف كمان تتعامل مع هذا المنظر بشكل فعال، وتعرف تتعامل مع السكريبتنج او تتعامل مع حاجة زي الباور شيل او الباش. بعد كده هتكون بقى حضرتك جاهز ان انت تدرس شهادة زي CH بشكل مفصل، تبدأ ان انت ما تكتفيش بس بالمحتوى اللي هيتقدم لك بخصوص اداة زي الانماب، تدور على معلومات اكتر عن طريقة استخدامها، تفهم الميتا سبلويت، تفهم ايه هو الوير شارك وازاي تعمل سنيفنج، تطبق الكلام ده في لابات، وتبدأ ان انت كمان تكتب هو انت حليت هذه اللابات ازاي. شهادة زي CH هتنفعك جدا ان انت تفهم هذه الادوات، برضو دي حاجة تنفعك جدا تطبق على موقع زي هاك ذا بوكس وتقرأ الشهادات او تقرأ طرق اختراق الماشينز اللي موجودة عليه هتبقى عاملة ازاي. موقع هاك ذا بوكس بالمناسبة للي ما يعرفوش هو يعتبر زي منصة تعليم مفتوح، المنصة ديت بيبقى يعني موجود عليها كمية من الماشينز او كمية من الاجهزة، اجهزة الكمبيوتر، وهذه الأجهزة بتكون متاحة إن أي حد يحاول إن هو يخترقها. بتتدرج هذه الأجهزة من حيث مستويات الصعوبة، وانت لما بتخترق أي جهاز منهم بينزل لك زي بونص أو بينزل لك ما يعرف كده كسمعة على الموقع إن انت شخص جامد جدا، انت عرفت تخترق هذه الماشين اللي مصنفة إن هي صعبة جدا. من وقت للتاني كل ما ماشين من دول بيتم خلاص نهاية عمرها، لأن أي ماشين من دول بتنزل مثلا لمدة شهر شهرين وبعد كده بتتشال من على الموقع، تقدر بعدها حضرتك تدخل على موقع يعني تدخل على الانترنت وتكتب مثلا هاك ذا بوكس وتكتب اسم الماشين مثلا دكتور رايت اب. الرايت اب دي انت لما هتخش امتحان زي الاو اس سي بي اللي هو يعتبر واحد من الامتحانات القويه جدا في مجال اختبار الاختراق، بتخش حضرتك على هذا مواقع او رايت ابس زي كده تقرا هو المهاجمين او الناس اللي حلوا هذه الماشين او قدروا ان هم يحلوا هذه او يعملوا سولف للتحدي دوت ايه اللي هم عملوه. ده كده رايت اب شخص ما عمله، شبيه نوعا ما بالريبورت اللي مطلوب منك تعمله كراجل مختبر للاختراق. في الريبورت ده بتبدأ ان انت تعبر او تعرف هو انت ايه اللي انت عملته اثناء الاختراق وايه الثغرة اللي ادت ان ده يحصل، وبناء عليه بيفهم الشخص ان انت يعني هنا مثلا ده عمل اتاك او عمل كروس سايت سكريبتنج موجود في الموقع ده. فيعني
من الحاجات المهمة جدا اللي انت هتشوفها، هو ده اللي هيكون عندك المعرفة انك تبقى شخص فعلا هكر اخلاقي كما تحمل الكلمة. طيب برضو بما ان حد بيسأل وانا اوريدي اصلا حاطط الكلام ده، ايه هي اهم الشهادات في المجال؟ احنا بنقسم الشهادات لمجالين، بلو تيم وريد تيم. في البلو تيم زي ما قلنا دي ناس اللي بتأمن، فممكن نلاقي شهادات ليها علاقة بتأمين الشبكات او امن الشبكات، دي شهادات زي CCNP Security، Palo Alto، F5، فورتينت. وطبعا كمية هذه الشهادات كبيرة جدا، بتختلف طبعا على حسب هو ايه الشركة اللي انت بتستخدم الاجهزة الخاصة بيها. في البلو تيم عندنا شهادة برضو في مجال التحليل الجنائي الرقمي، كنت جاوبت على سؤال احدكم من قليل منذ قليل لما كان بيسأل مين هل نقدر نعرف الهاكر الحقيقي ولا لا، فقلت دي هتبقى بقى وظيفة المحلل او المحقق الجنائي الرقمي، ودي شهادة من شهادات التحقيق الجنائي الرقمي. ممكن نلاقي مثلا ناس شغالة في مجال الانتي فيروس، فعندنا شهادة زي السيمانتك في الانتي فيروس. ممكن نلاقي ناس شغالة في تيم اسمه السيكوريتي اوبريشن سنتر او السوك، فعندنا شهادات في مجال السوك. وبرضو بقى تحت الريد تيم عندنا شهادات مختلفة، عندنا شهادات متخصصة في مجال كتابة البرمجيات الخبيثة، كتابة الفيروس. زي ما المهاجمين بيعرفوا ان هم يطوروا فيروسات، مهم جدا يبقى عندنا ناس في فريق الريد تيم او ناس في الهاكر الاخلاقي يقدروا ان هم يكتبوا فيروس بايديهم. ناس زي دول بقى هيبقوا طالبين او متطلب منهم ان هم يكونوا على قدر عالي من مهارات البرمجة، ان هم بس مش عارفين هاي ليفل بروجرامينج لانجويج، لا دول كمان قادرين يوصلوا لحد لغة الاسمبلي، لغة الماشين، عشان يقدروا ان هم يكتبوا فيروسات فعالة تضرب الكيرنل بتاع نظام الأنظمة. عندنا برضو شهادات للاختراق في مجال الريد تيم، لاختراق الشبكات او الاختراق العام زي الـ LPT، زي الـ OSCP او الـ OSEB. عندنا بقى شهادات خاصة باختراق تطبيقات الويب زي الـ E-Learn Web Penetration Tester والـ E-Learn Web Penetration Tester Extreme. عندنا برضو شهادات خاصة بالمالوير ديفلوبمنت واكتشاف الثغرات زي شهادات خاصة بشركة كواليس او تينابل او ايا كان. فده هنا كده ملخص لكل الشهادات اللي ممكن تكون مشهورة جدا، ولكن مع ذلك برضو انا حطيت لكم رابط لطيف هنا. فالرابط دوت هو يعتبر زي حد مشروع حد عامله على موقع جيت هاب، وفي الرابط ده الشخص ده مشكورا عامل حصر لكل الشهادات اللي اتعرفت في العالم في مجال امن المعلومات والامن السيبراني واختبار الاختراق. كل اللي انتوا شايفينه ده شهادات، وكل شهادة من دول يعني كل مجموعة شهادات من دولت بتغطي جزء من الاجزاء اللي موجودة في المنهج. فنلاقي مثلا ايه، لو بتتكلم على السيكوريتي اوبريشن، كل دي شهادات خاصة بالسيكوريتي اوبريشن، بتبدأ حضرتك ترتبها من مستوى المبتدئين في الاسفل وتبدأ صعودا بتوصل لمستوى احترافي. فمن ضمن مثلا شهادات المبتدئين بنلاقي ان شهادة CH او Certified Ethical Hacking دي قبلها المفروض ان حضرتك تشوف معلومات كتير، او تبقى مثلا عديت ب شهادات زي نتورك بلس مثلا، شهادات زي السيرتيفايد نتورك ديفندر لاي سي كونسل اللي هي برضه تعتبر اساسيات تامين الشبكات، وبتبدا ان حضرتك تطلع واحده 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 واحده. اوكي، فدول كده الشهادات، ده كده الرود ماب. وعموما لما هتيجي بقى حضرتك تسال هو انه افضل مسار تتخصص فيه في مجال الامن السيبراني، فاجابتي ببساطه شديده ان دي حاجه ترجع لك انت على حسب انت بتحب ايه. حضرتك لو بتحب مثلا موضوع البرمجة بشكل قوي جدا وعندك شغف انك تكتب فيروسات وتكتب حاجات من هذا القبيل، فممكن يبقى المالوير ديفلوبمنت هو ابسط او احسن حاجة ليك. لو انت مهتم بالريد تيم ساعتها انت هتفكر في شهادات الاختراق، لو انت شخص مهتم بالتأمين هتشوف شهادات البلو تيم. لو انت عايز بقى تفكر في السيكوريتي من وجهة نظر الجوفرنس والحوكبة وادارة المخاطر والكلام ده، هتشوف شهادات زي السيزا، السيزم، السيريسك، الشهادات الخاصة بإدارة أمن المعلومات. فالمسار هيكون هو المسار المناسب ليك أنت واللي أنت هتشوفه بعد ما تاخد الأساسيات. عمرك ما هتعرف تبني قرار أو تبني أنت عايز تروح فين لو حضرتك يا باشمهندس مش واقف على الأقل في المكان ده كده. حضرتك هنا بتبدأ أنك تبني المعلومات العامة، حضرتك وصلت أن أنت خلاص شايف
ان كل الكلام ده مطلوب. مهندس مازون انا قلت اوريدي محتاجين الشبكات معانا كشيء مهم، وزي مثلا شهاده زي سي سي ان اي او تاخد اساسيات نتورك بلس من اهم الحاجات علم الشبكات او موضوع الشبكات في موضوع الاسكال هاكينج. فعامه يعني المسار بيكون على حسب انت شغفك هيكون موجود فين، وانا هحط لكم او كده كده هسطب معاكم البرزنتيشن، وكده كده ان شاء الله هتشوفوا فيها كل الروابط. عموما دلوقتي كده بقى اللاب بتاعنا كده نبدا نحضره عشان نبدا ان احنا نشوف اللابات العمل اللي هتكون معانا دلوقتي. الرابط اللي قدامكم على الشاشة هو رابط انا اوريدي قمت بتسجيله عشان يبقى واخد وقت كويس في عملية السيتاب. بستعرض فيه ايه هي الادوات اللي احنا محتاجين ان احنا ننزلها عندنا، بستعرض فيه الحاجات اللي احنا محتاجين ان احنا نسطبها، ايه هو الفيرشوال بوكس، ايه هي الفيرشوال ماشين، محتاجين ماشين كالي، طب جبنا الكالي اللي هنعمل منها اختبار الاختراق، تعالوا طيب بقى نجيب الماشين اللي احنا هنختبر الاختراق عليها. فهتلاقوني انا حاطط لكم الروابط بتاعت الادوات دي كلها، كذلك برضو وسائل التواصل الشخصيه معايا بحيث لو حد حابب ان هو يتواصل معايا وياخد البرزنتيشن او حاجه زي كده، غير طبعا ان البرزنتيشن اصلا هتجي لكم من المنظمين. فتعالوا كده مع بعض، انا الرابط ده يعني هحطه لكم في الشات، لكن في نفس الوقت هنستعرض سريعا ايه اللي احنا محتاجين ان احنا نشوفه. طيب احنا كده مبدئيا اولا احنا حاطط اتنين فيديو، الفيديو الاول بيتكلم عن الادوات ككالي لينكس والماشين اللي هنعمل الاختبار الاختراق، والفيديو التاني ده بتكلم عليه على ما هو الفيرشوال ماشين او ما هو الفيرشوال بوكس للناس اللي ما تعرفش ايه هو الفيرشوال بوكس من الاساس، يعني الناس اللي اوريدي ما تعرفش الكلام ده. اللي معاه كالي ماشين تمام، ولكن هتحتاج تنزل معاه الماشين اللي هنختبر عليها عمليه الاختراق. احنا لما هنحاول ان احنا نجرب مش هنجرب على الانترنت، مش هنجرب على جهازنا الشخصي اللي موجود في البيت، لكن احنا هنجرب على ماشين تعتبر اوريدي او فعلا فيها ثغرات عشان نتعلم على هذه الماشين اللي احنا هنكون محتاجين ان احنا باذن الله نعمله. طيب نتوكل على الله. احنا عندنا اربع روابط زي ما انتم شايفين. الرابط الاول احنا اهم حاجة محتاجينها هي الكالي ماشين. الكالي ماشين هي تعتبر زي اداة او توزيعة للينكس. على هذه التوزيعة احنا بنلاقي كل الادوات اللي احنا محتاجينها عشان نعمل او نطبق اللابات اللي موجودة معانا في هذا التدريب. طبعا انت ممكن يكون معاك اوبونتو، معاك ريدهات، معاك فيدورا، اي توزيعة لينكس اخرى، ساعتها حضرتك هتكون محتاج تعمل سيت اب للادوات اللي هنتكلم عليها على التوزيعه بتاعتك. لكن كالي ماشين بتساعدك في ايه؟ بتفيدك ان كل الحاجات هتكون موجوده، فهيكون مناسب جدا لو انت من المبتدئين انك تفتح السيستم او فقط تعمل تحميل للفيرتشوال ماشين او تعمل تحميل ل خلينا اقول التحميل منين، تعمل تحميل لهذا الرابط سواء انت شغال بفيم وير او فيرتشوال بوكس، ومجرد بس ما تشغل الماشين كل حاجه عندك هتبقى جاهزه للاستخدام نوعا ما. طيب دلوقتي احنا عشان نحمل هذا الملف، الملف ده حوالي 2.3 جيجا او 3.7 جيجا، والملف ده عشان تشغله على جهازك محتاج تطبيق. التطبيق دوت هو اللي هيخليك تقدر تشغل عندك فيرتشوال ماشين او ماكينه افتراضيه. لو ما تعرفش ايه هي الفيرتشوال ماشين، الفيرتشوال ماشين هو تطبيق او 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 بمعنى اخر الفيرتشوال بوكس او الفي ام ورك ستيشن، هم يعتبروا عباره عن تطبيقات ممكن تنزلها على جهاز الويندوز او الماك الخاص بيك، وعلى هذا الجهاز تقدر انك تعمل اعداد لماكينة افتراضية. يعني مثلا انا دلوقتي شغال على نظام ويندوز، ولكن عشان انا انزل الورك ستيشن قدرت ان انا انزل ويندوز فوق الويندوز. فدلوقتي هنا الشاشة دي انا عندي نظام تشغيل ويندوز اخر غير النظام الاساسي اللي انا شغال عليه. اقدر بقى لو انا بختبر اختراق باستخدام كالي، باستخدام اي اداة، ان انا افتح هذا النظام
اطبق عليه اي حاجه انا محتاج ان انا اطبقها او اعملها بشكل يعني محترف من غير ما اضر النظام الاصلي بتاعي او اضر النظام الخاص بيا او اضر بمعنى اخر النظام اللي انا بشتغل عليه. فلو دخلت كده على النظام ده هلاقي ان انا داخل على شاشه ويندوز مختلفه تماما عن الجهاز اللي انا واقف عليه او اللي انا بشتغل عليه. فعشان حضرتك تنزل الفي ام وير او الفيرتشوال بوكس انا حاطط اوريدي الروابط الخاصه بيه. فحضرتك عندك مثلا الرابط الاول دوت، الرابط الاول ده هنا انت عندك ال في ام وير ورك ستيشن او عندك الفيرتشوال بوكس. حضرتك ممكن تختار اي من هذين البرنامجين، لكن انا شخصيا انصح ان انت تشتغل بورك ستيشن. لو قررت تشتغل باول رابط اللي اسمه ورك ستيشن فانت في الحاله دي هتكون محتاج تحمل هذا الملف وليس هذا الملف. طيب حضرتك دلوقتي شغلت الورك ستيشن او نزلت هذا التطبيق، لما هتشغل هذا التطبيق عندك على الجهاز هتلاقي بالظبط هو هيكون نظام للتطبيق بدل نظامك الاساسي، ولو طبقته في البيئه الافتراضيه على الفيرتشوال بوكس لا ينعكس في الحقيقه لان هو بيكون نظام معزول عن النظام الحقيقي، وده طبعا بيبقى نظام امن. لما حضرتك هتنزل التطبيق اللي اسمه في ام وورك ستيشن او في ام وور بلاير هتسطب التطبيق نيكست نيكست نيكست، بعدها هتقدر انك تتفتح لك هذه الشاشه. بعد ما تفتح هذا التطبيق وبعد ما تحمل نسخة الكالي ماشين او الكالي لينكس هتفك ضغط نسخة الكالي ماشين. انت حرفيا لما هتحمل الكالي ماشين هو ده الملف اللي هينزل لك تقريبا، هتضغط على هذا الملف وتقول له ان انت عايز تفك الضغط الخاص بيه، فهيتفك ضغط الملف في هذا الملف على سبيل المثال. هتفتح الملف اللي تم الفك الضغط عليه وهتروح جاي عامل ضغطتين على الملف اللي اسمه .vmx. هتلاقي ملف من الملفات الكتيرة جدا دي مكتوب في نهايته كلمة .vmx. لما هتضغط عليه هيفتح لك، خليني كده اوريها لك، هتضغط عليه هيفتح لك الكالي ماشين او هيفتحها لك في المكان ده، هتلاقيها موجودة هنا. فبعدها هتروح جاي عامل ستارت او هتبدا ان انت تعمل بدء لهذه الماكينه عن طريق انك تقف عليها وتقول له ان انا عايز اعمل لها فتح لهذه الماكينه. انا جاي لي سؤال على الشات اللي هو ازاي نفك ضغط الملفات. والله هو فك ضغط الملفات شيء بسيط جدا، يعني انت بس مجرد ان الملف لما هيتم تسطيبه هتحتاج ان يكون عندك برنامج اسمه وينرار، وباستخدام هذا البرنامج هتقفي على الماشين كليك رايت كليك بهذا المنظر وتقولي اكستراكت لاسم الملف اللي انت عايزه تعمليه او عايزه تنزلي فيه هذا الملف. وده يا جماعه السبب بقول عليه ان احنا قبل ما نبدا حتى التطبيق في حاجات زي كده محتاجين ان احنا يكون عندنا اساسيات نظم تشغيل بشكل قوي، لان لازم نكون فاهمين احنا بنعمل ايه. مستوى ان الواحد يروح لهاكر اخلاقي ده مش مستوى قليل لما هنتكلم، لان المسؤوليه اللي هتكون عليكم في بعد ما يبقى معاكم شهاده زي كده هتبقى مسؤوليه كبيره جدا، لان هينظر اليكم ان انتوا ناس بتفهموا المجال بنسبه قويه جدا، يمكن اقوى من المستخدمين او الادمنز التقليديين. لان انت كمختبر اختراق انت بتخترق تطبيقات الويب، بتخترق قواعد بيانات، بتخترق على سبيل المثال داتابيز او مواقع الكترونيه. ف اللي محمل يا جماعه كالي ماشين مش محتاج ينزلها تاني. المهم دلوقتي ان حضرتك بعد ما تتمكن انك تنزل الجهاز عندك، خلوني بس كده انا محتاج بس ان انا اوريكم الخطوات. لما بتيجي حضرتك تفتح الماشين او نزلت عندك الفي ام وير ورك ستيشن بلاير اللي موجود الرابط بتاعه هنا قدامكم، وبتحمل ماشين الكالي لينكس وبتفك الضغط بتاعها، بتقف على ماشين الكالي لينكس، ويا ريت تعمله زي ما انا بعمل بالظبط لما تعملوا الكلام ده عندكم، وتقول له ان انا عايز افتح الملف اللي بينتهي بكلمه دوت في ام اكس باستخدام او اوبن ويز في ام وير بلاير. بعد ما بتعمل كده بتظهر لك الشاشه اللي واضحه قدامنا دي وبتضغط تشغيل، فوقتها بتلاقي ان بيبدا يتم تحميل نظام كالي لينكس كانك منزل نظام اخر على الجهاز بتاعك. المهم هنا في الموضوع ان لازم اجهزتنا اللي هنجرب منها تكون بتدعم الورك ستيشن او بتدعم الفيرتشواليزيشن. لازم الاجهزه يكون متفعل في البايوس الخاص بيها ما يعرف باسم الفيرتشواليزيشن.
وعشان تعرف جهازك متفعل فيه الفيرشواليزيشن ولا لا، مهم جدا حضرتك تفتح موقع جوجل وتجيب الموديل بتاع اللابتوب بتاعك وليكن مثلا ديل جي 5 مثلا، وتكتب بعدها كلمة Enable Virtualization وتضغط Enter وتعمل بحث بالفيديو. هتلاقي في فيديوهات بتشرح الموديل ده لو هو فعلا الموديل بتاعك وهو فعلا ده شكل اللابتوب بتاعك، ايه اللي حضرتك مفروض تعمله عشان تفعل الفيرتشواليزيشن. فيقول لك اضغط افتح روح. فمهارات البحث ومهارات ايجاد المعلومه بنفسنا من المهارات اللي احنا عايزين نتاكد ان احنا فعلا عاملين طبقه فعليه. زي ما انتم شايفين ما عملتش اي حاجه دلوقتي، والكالي ماشين فعلا قامت معايا. هجرب ادخل اسم المستخدم وكلمه المرور، هلاقي ان الحمد لله ماشين كالي لينكس بقت شغاله خلاص معايا وكل حاجه بقت تمام. على ماشين كان لينكس بقى، وده اللي يميزها عن اي توزيع من التوزيعات الاخرى، ان كل حاجة حضرتك محتاجها فعلا موجودة، مش محتاجة انك تسطبها. لما هنقول عايزين ان ماب هنلاقيه، لما نقول عايزين ان ماب هنلاقيه، لما نقول عايزين ميتا سبلويت و ام اس اف كونسول هنلاقيها. كل حاجة حضرتك محتاجها عشان تمشي معانا في تطبيقات اللاب العملي بتاعنا هتكون موجودة فعلا على هذه الماكينة. عشان كده انا اوريدي حاطط الفيديو اللي انا مسجله، ممكن تطلعوا عليه، هتلاقوا برضو على القناة في لابات انا مسجلها عشان تخدمنا في هذا الموضوع، فهتكون عون جيد ليكم اثناء ان شاء الله تحضيركم في هذا الكورس وفي الكورسات اللاحقة ان شاء الله. طيب خلينا كده نشوف الخطوات التانية. انت حضرتك وريتك ازاي المفروض هتحمل الورك ستيشن او البلاير او الفيرتشوال بوكس، وبناء عليه هيبقى هتقدر ان انت تختار انو نسخة كالي هتنزلها. وبعد كده بقى احنا محتاجين ماشين او جهاز نطبق عليه. الجهاز اللي هنطبق عليه هو على اول رابط، وعلى الرابط دوت هنلاقي حضرتك ان في بيطلب منك تدخل بعض المعلومات. هتدخل اي معلومات عنك وبعد كده هتضغط هنا سبميت، فهيديك الامر او هيديك الملف بتاع الميتاسبلويت. لما هتنزل الملف ده من هنا، خلينا فاكرين دي هتبقى عبارة عن ملف الماشين اللي هنستخدمها عشان نهجم عليها. لما حضرتك هتنزل هذه الماشين او هذا الفايل الجديد، هتلاقي الفايل ده برضو عبارة عن ملف مضغوط. لما هتفك ضغط هذا الملف هتلاقيه اتفك الضغط في هذا الملف. فهتدور برضو على الملف اللي بينتهي بكلمة .vmx، خلينا كده نبص عليها. وبعد ما تلاقي الملف اللي بينتهي بكلمة .vmx هتكليك يمين عليه وتقول له open with vmware player. هيفتح في نفس الشاشة بتاعة البرنامج الاول، او هيفتح برضو مع الكالي ماشين. فلما نيجي كده نبص مع بعض، عفوا، اللي انا بعمله ده ما تعملوش عندكم، بس ده عشان انا كنت مشغل هذه الجهاز قبل كده. فانا هقول له كليك يمين هنا واوبن ويز فيمور بلاير. فهلاقي دلوقتي المفروض ان الجهاز دوت بقى عندي تو ماشينز، الاولانيه هي كالي والثانيه هو جهاز اخر هستخدمه في تطبيق الاختراق او ان انا اجرب الاختراق عليه بشكل عملي. اهم حاجه في الموضوع ان انت حضرتك لما تنزل الجهازين تتاكد، يعني خلينا كده نقول ان انا عايز اطفي الجهاز الاول وبرضو هعمل اطفاء للجهاز الثاني، ومن قائمة ويندوز هشغل الورك ستيشن او هشغل التطبيق لوحده من غير ما اشغل الادوات اللي عليه. مهم جدا على كل ماشين من دول تضغط رايت كليك وتفتح كلمة سيتنجز، وفي في اسم الشبكة تتأكد ان اسم الشبكة ان انت هتحطها مثلا في الشبكة اللي اسمها نات، والماشين التانية لازم تكون معاها برضو في نفس الشبكة، لان لو التو ماشينز مش مع بعض في نفس اسم الشبكة الموضح هنا، مع الاسف انت وقتها مش هتقدر انك تكلم او تخلي التو ماشينز يتواصلوا مع بعض بشكل فعال. فمهم جدا حضرتك تكون عارف. بالنسبة للي عامل بريدج، البريدج ده يا باشمهندس بندر هيخلي كل حاجة بتحصل على الكالي ممكن للاسف يحصل لها ريبليكيت في الشبكة الحقيقية بتاعتك، فيفضل انك تعملها هوست اونلي او تعملها نات زي ما انا كده كنت عاملها.
الاثنين ماشيين. انا شرحت ازاي، انا قلت ان انت هتعملي تحميل، او حضرتك هتعمل تحميل للملف الاول هتشغله، وبعد كده هتعمل تحميل الملف الثاني وهتشغله. طبعا لو حضرتك عندك اداه الفي ام وير ورك ستيشن اللي هي بالمنظر ده، ده هيكون افضل بكتير، ولكن هذه الاداه بتسمح لك انك ترتب الماشينز بشكل اكثر ترتيبا وتعرضهم كلهم مع بعض في شاشه واحده، فطبعا المنظر بيكون افضل يعني اشيك بكتير يعني واكثر تنظيما. ولكن هذه الأداة بمقابل مادي، هذه الأداة أداة مدفوعة ولازم تدفع في مقابلها ثمن اللايسنس، ولكن انتم مع بعض ممكن تشوفوا انتم ممكن تعملوا فيها ايه. فكلا الطريقتين هتكونوا شغالة معايا، لكن انا شخصيا لما هشتغل انا مش هشتغل على البلاير، انا غالبا هشتغل على الورك ستيشن دوت عشان لغرض التنظيم. فالمفروض دلوقتي ان انا عندي في اللاب بتاعي، عندي الجزء الاول، عندي ماشين الكالي لينكس موجودة هنا، عندي الجهاز اللي هتم اختراقه او اللي انا هتدرب عليه في عملية الاختراق اسمه الميت اسبلويتابل ماشين وموجود هنا، وعندي ويندوز 10 ديفايس موجود هنا. لو نزلت لينكس على جهاز منفصل، هي بس الفكرة ان انت بتحاول تعمل لاب يا باشمهندس عشان تعرف انك تطبق في اي وقت وبسهولة وبيسر. انا شخصيا في كل الكورسات بتاعتي بشتغل على فيرتشوال ماشينز وعزلها عن النظام الاصلي بتاعي، والدنيا نوعا ما امنه معايا. فاطمن ان شاء الله مفيش اي مشكله لما تنزل على الجهاز بتاعك طالما جهازك يستحمل. خلي بالك عشان تشتغل بالورك ستيشن انت محتاج يكون جهازك عليه مقدار عالي بالرامات. طبعا هنعرف ازاي نخترق الجهاز التاني وهنشوف الكلام ده ان شاء الله في سياق الشرح بتاعنا. طيب الجهاز بتاعنا زي ما احنا شايفين الكالي هو يعتبر شغال جهاز لينكس. فمن الحاجات الاساسية اللي لازم تكون معانا في الكورس ان احنا يكون معانا مهارات في لينكس، او عارفين نتعامل مع نظام تشغيل لينكس. التعامل مع نظام تشغيل لينكس الحقيقة يعني هو مش شيء معقد او مش شيء بالغ الصعوبة. نظام تشغيل لينكس يعتبر نظام قوي، نظام كويس، نظام فيه امكانيات كتير، ولكن هنكون محتاجين ان احنا واحنا بنتعامل معاه نعرف بعض الاوامر الاساسية اللي هتخلينا نتمكن من التعامل معاه طوال مشوارنا. خلينا بس نعرف ان اسم الادمنستريتور او الهايست ادمنستريتور في كالي لينكس هو يعتبر يوزر او اسم مستخدم اسمه الروت. وعشان حضرتك تسطب اي تطبيق على لينكس بتستخدم الامر سودو اي بي تي انستول وبتكتب بعد كده اسم البرنامج، على عكس الويندوز. في الويندوز سيادتك بتنزل ملف اي اكس اي وبتسطب هذا التطبيق، ولكن في اللينكس انت بتكتب هذا الامر وبتسطب اي تطبيق انت عايزه. ممكن تعمل ابديت لنظام التشغيل عن طريق الامر sudo apt-get update and sudo apt-get upgrade، الكلام ده كله as a reference. ممكن تستعرض المسارات اللي موجوده على نظام لينكس باستخدام cd directory ls، وممكن ترجع خطوه لورا باستخدام cd نقطتين. باستخدام الامر dudash sh بتشوف اجمالي المساحه المستهلكه، وباستخدام df-h بتشوف اجمالي البارتيشنز. حضرتك عندك في الويندوز بتشوف مساحه الاجهزه او مساحه البارتيشنز بهذا المنظر، في اللينكس انت ممكن تشوفه باستخدام الاوامر باستخدام هذا الامر، وهنشوف تطبيقه مع بعض. عشان تشوف اعدادات الشبكه اللي موجوده بتستخدم الامر fconfig. خلونا كده نشوف مع بعض الاوامر دي ونشوف بتطبق ازاي على الكالي ماشين بتاعتنا. زي ما احنا شايفين دلوقتي احنا على الكالي ماشين، في الكالي انا عشان اطبق او اتعامل بالاوامر محتاج ان انا افتح الكوماند لاين او التيرمينال. التيرمينال بيتم فتحها باستخدام الشاشه السوداء اللي موجوده قصادنا هنا دي. بنفتح التيرمينال وهي دي شاشه الاوامر او شاشه التعامل باستخدام الاوامر مع نظام لينكس. الصوت واضح يا جماعه عند الجميع ولا في حد عنده مشكله؟ طيب يا ريت اللي بيشتكي من الصوت يشوف الخدمه عنده اخبارها ايه. طيب زي ما كنت بقول من شويه ان الطريقه الاولى او الحاجه الاولانيه ان انا لو حابب ان انا اعمل سيت اب لاي برنامج على لينكس، كل اللي انا محتاج اعمله ان انا اعمل الامر apt get install او كلمه apt install، واكتب مثلا اسم التطبيق اللي انا عايز احمله وليكن انماب، وده اسم تطبيق. ولو انا مش فاكر اسم التطبيق اداه لينكس بتمكنك انك لما تضغط على حرف التاب، او خليني اوريه لكم
لما تضغط وانت بتكتب اي حاجة على شاشة الاوامر لو ضغطت على هذا الرمز بيكمل لك الامر. فانا لو قلت له كده ممكن يقول لي كل الاسامي المحتملة اللي انا ممكن اكملها. فانا عايز اعمل انماب فهقول انماب واضغط انتر، هيقول لي مع الاسف انت ما تقدرش تسطب اي حاجة لان انت مش الروت، لان الصلاحيات ممنوع انك تعمل حاجة زي كده. عشان كده انت لما تكون عايز تعمل اي حاجة فيها شغل ليه علاقة بالادمن او بالروت او محتاجة صلاحيات، محتاج تسبق الامر بتاعك بكلمة سودو apt install inmap. لما تعمل كده هيقول لك دخل الباسورد الخاصة بالروت اكاونت، هتقول له ادي الباسورد او الباسورد الخاصة باليوزر. بعد كده هتلاقي ان هو بيقول لك يلا بينا نسطب الجهاز الابليكيشن، واللي بيحصل دلوقتي ان البرنامج المطلوب بيجري عملية تسطيبه على نظام لينكس الخاص بيك. نظام لينكس مكون من ملفات وفولدرز والكلام ده. عشان تستعرض الملفات اللي موجودة في الحاجة اللي هنا، او ان انت مظبوط كلامك يا باشمهندس، تسطيب يعني ان انا بسطب برنامج او ان انا بعمل تنصيب لبرنامج على الجهاز الخاص بي. الجهاز الخاص بي معلهوش تطبيق ويندوز، ففي الحالة دي بعمل تطبيق او بعمل سيتاب للبرنامج اللي هو الخاص بالآلة الحاسبة او ايا كان. انا شايف استاذ بندر بيشتكي من الصوت، يا ريت يا جماعة تأكدوا عليا انا الصوت بيقطع عندي انا لوحدي او عند شخص واحد ولا لا. هو مظبوط يا استاذة مرام، هي اوامر لينكس اوبونتو، هو في الاخر نظام لينكس كل واحد. واضح ان مشكلة الصوت عند حضرتك بس يا استاذ بندر، فمن فضلك راجع الصوت عندك ويا ريت ايه. تمام، طيب ماشي نكمل مع بعض. هو في الاخر الملف عبارة عن يعني عموما احنا طبعا يا جماعة بنراجع عشان في ناس كتير جدا معانا ممكن يكون يهمها ان هي تعرف هذا الكلام او ما تعرضتش ليه قبل كده، فصبركم معانا وان شاء الله كل الناس هتتبسط يعني. طيب عشان استعرض الملفات اللي موجودة في مسار معين بعمل الامر ls. فلما اعمل ls في نظام اللينكس بيبين لي كل الملفات اللي موجوده في المسار اللي انا واقف فيه. ممكن اعرض الملفات دي بطريقه اشيك ان انا اعمل الامر ls-lh واحط علامه الاس كابيتال او حرف الاس كابيتال، فساعتها هيظهر لي الملفات اللي موجوده في هذا المسار ولكن بشكل اكثر تنظيما. بيبان لي مثلا صلاحيات الملف، مين الاونر، مساحه او حجم الملف، تاريخ عمله، وكمان يقول لي اسم الملف ده عامل ازاي بترتيب معين. كمان عندي امر اخر في نظام لينكس او في الاوامر، ان انا بقى دلوقتي لو عايز اروح على مسار معين بستخدم الامر change directory او بنختصره كلمة cd. فانا مثلا هنا لما عملت ls-lhs لقيت ان في مسار اسمه download، فعايز ادخل في هذا المسار بكتب cd download. بعد كده روح جاي لما دخلت في داونلود، لو عملت ls كمان مره هشوف ملفات هنا ما فيش اي حاجه موجوده داخل هذا المسار. لو عايز ارجع كمان مره بكتب كلمه cd نقطتين وارجع لورا. فبالنسبه لي انا كده ممكن لما اقول cd داونلودز بدخل داخل المسار، ولما بقول كلمه cd نقطتين برجع لورا. طيب خلوني دلوقتي تاني ادخل داخل هذا المسار. اللي احنا بنعمله ده يا باشمهندس عمار هي اوامر لينكس، اوامر الكوماند لاين انترفيس الخاصه بلينكس، وهي ليست لغه برمجه ولكنها وسيله للتعامل مع شاشه الاوامر الخاصه بنظام لينكس. عشان كده لما كنت بقول محتاج تاخد كورس زي لينكس اسينشال، لينكس بلس، نتورك بلس، هي بالظبط شبه الدوس، هي بالظبط شبه الدوس لانجوج. فزي ما انا بوضح الاختراق الاخلاقي محتاج مهارات قبليه. انت دلوقتي لو انت الحاجات دي اول مره تسمعها انت بتعرف النقط اللي انت عايز تطورها عندك، وكلنا بدانا مش عارفين حاجه ومع الوقت اتعلمنا ومع الوقت يعني بقى مستوانا افضل. فاللي مش فاهم حاجه دلوقتي يا جماعه ما يقلقش، المفروض انك هيبقى عليك بقى دورك انك تعمل حاجات بشكل افضل من كده. طيب عشان تكريت ملف في المسار ده عندك اكتر من طريقه. ممكن تقول انا عايز اعمل تاتش لملف اسمه نيو، فساعتها لما هتعمل ls هتلاقي ان بقى في ملف اسمه نيو. ممكن برضو تكريت ملف اخر بس بطريقه او بامر اسمه في، فتقول في نيو وتدخل جوه الملف ده تكتب مثلا كلمه ايه احمد، وتعمل علامه الاسكيب اللي هي بتكون موجوده في المكان دوت. خليني كده اوريها لكم برضو عشان
اسكيب اللي هو الزرار اللي هنا، لو انتوا يا جماعه واخدين بالكم، انا معلش مش عارف اظهرها مش عارف ليه، بس هو ده زرار الاسكيب. تضغط علامه الاسكيب وتضغط علامه السيمي كولون كده وتكتب دبليو كيو. دور على جوجل ازاي تستخدم الفي تول. ففي الفي تول دلوقتي انت كتبت حاجه جوه ملف، فممكن تقرا اللي جوه الملف ده لما تعمل كلمه كات وتكتب اسم الملف، فساعتها هيقول لك جوه الملف المكتوب كلمه احمد، او تقول له كات، او تقول له اسف مور نيو، فيظهر لك برضو المكتوب جوه هذا الملف، او تكتب كلمه في نيو فيظهر لك الملف بشكل كامل. فاكتر من طريقه ممكن ان انت تقرا بيها المحتوى جوه الملف، وشفنا ازاي ممكن تكريت ملف. ممكن لو عايز تغير اسم الملف ده من كلمه نيو لكلمه 1 ممكن تكتب الامر ام في، ام في تكتب بعديها اسم الملف القديم والاسم الجديد، ولما تعمل كده وتقول الاس هتلاقي اسم الملف بدل ما كان اسمه نيو بقى اسمه 1. كل دي اوامر اساسيات لينكس. لو عايز تديليت الملف تكتب ار ام وبعد كده تكتب اسم الملف، ففي الحاله دي لما تعمل ار ام 1 وتكتب ال اس هتلاقي ان الملف ده اتمسح ومبقاش موجود. ممكن لو انت عايز تكريت ملف كمان مره وحضرتك دلوقتي عايز انك بقى تكوبي الملف دوت مره كمان، فتقول له سي بي نيو لمثلا عايز اوديه على الداونلودز، او خليني مثلا ايه ارميه على الروت، فهنا هيقول لي بيرميشن دينايد لان انا بحاول ارمي ملف في الروت، فاقول قبل كلمه سودو. دلوقتي كده لما هقول ls داش ال cd داش واقول له ls grep كلمه نيو، هلاقي فعلا ان في ملف موجود في المسار ده اسمه نيو. فالكوبي عمل ايه؟ رجع لي بالملف. هعمل rm معلش او ريموف او ديليت لهذا الملف كمان مره. ولو عايز اشوف زي ما قلت قبل كده مساحه الملفات اللي موجوده في مسار، بعمل du اس اتش ستار فيظهر لي كل المساحه اللي موجوده. ولكن لاحظوا ان انا عشان بعمل الامر ده في مسار ماليش عليه صلاحيات، فاحتاج ان انا قبل هذا المسار اعمل كلمه سودو، فساعتها هنا ظهر لي كل المسارات بالمساحات اللي موجوده جواها. لو عايز اشوف اجمالي الاستورج او البارتيشنز اللي موجوده، بعمل كوماند اسمه سودو دي اف داش اتش، ساعتها هيقول لي ان انت عندك بارتيشن اسمه اليو ديف، التمب اف اس، الديف داش اس دي اي، وكل واحد من دول مساحته الكامله ايه، المستخدم قد ايه، والمتاح للاستخدام قد ايه، ونسبه هذا الاستخدام. فكل دي اوامر استطلاع للفايل سيستم الخاص بنظام لينكس. هل هم دول بس؟ لا طبعا، احنا ان شاء الله بنحاول نغطي كل اللي انت هتحتاجه. اف كونفيج بيوريك الانترفيسز اللي موجوده عندك على النظام، عشان مثلا لما حضرتك هتفتح باستخدام كمان شويه لما تيجي تشغل الكالي ماشين عندك وعايز تعرف هو اي بي ادرس الكالي ماشين اللي انت شغلتها كام، واي بي ادرس الميتا سبلويتابل اللي هي الماشين اللي انت هتحاول تعمل لها اختراق كام برضو، فساعتها حضرتك هتفتح الكالي ماشين وهتقول الامر اسمه اف كونفيج. وهتلاحظ هنا ان في الاف كونفيج في عندك انترفيس اسمه ايثرنت 0، هتدور على الاي بي ادرس بعد كلمه انت فهتلاقي الاي بي ادرس هو مكتوب. ممكن برضو حضرتك مع اي امر لينكس تستخدم علامه البايب اللي هي الشرطه اللي واقفه، وتكتب كلمه جريب وتكتب اي حاجه حضرتك عايز تكتبها، فيظهر لك بس السطر اللي ظاهره فيه هذه الكلمه، فهنا انا جبت المعلومه بشكل مباشر. طبعا كلمه جريب ممكن برضو تستخدم بهذا المنظر، فيعني ممكن يبقى ليها اكتر من استخدام او يبقى ليها اكتر من حاجه. بالنسبه للورك ستيشن يا باشمهندس، طبعا ممكن ينزل على نظام ماك مفيش اي مشكله. حتى حضرتك لو خدت بالك بيبقى في نسخ للام 1 لو انت شغال عليها والكلام ده. طيب اوامر اخرى زي امر اسمه سترينج، وامر زي سترينج ده بيبين لك معلومات عن البيانات اللي موجوده في ملف معين. امر سترينج في الحقيقه استخداماته ممكن يكون ليه علاقه بالناس اللي بتشتغل في السي تي اف او كابتشر ذا فلاج، يعني بتبقى في ساعات منافسات. او خلينا اقول لكم حاجه، بصوا كده يا شباب دلوقتي في الملف دوت لو عملت ال اس هلاقي هنا كده اللهم صل على النبي، هلاقي هنا ملف في المكان ده اسمه تيست بي كاب دوت زيرو. الملف ده عباره عن ملف التقاط او ملف لالتقاط بعض البيانات اللي كانت موجوده في الشبكه. فباستخدام الامر سترينج انا ممكن اقول له انا عايز سترينجز تيست دوت بي كاب بالمنظر ده، واقول له اضغط انتر. دلوقتي بيظهر لك من الملف اللي كان اسمه تيست دوت بي كاب كل البيانات اللي كانت موجوده جواه بشكل قابل للقراءه. فممكن اقول له بقى انا عايز اعمل جريب اتش تي تي بي اس،
ساعتها هيظهر لك المواقع اللي ظهر السيرتيفيكت هاند تشيك بتاعتها في الملف ده. فزي ما انت شايف هنا بص المنظر، طلع لي من ملف الالتقاط المواقع اللي المستخدم ده كان بيحاول ان هو يفتحها، سواء كانت مواقع HTTP عادية او كانت مواقع HTTPS، ولكن جابها لي عشان هو قدر يقرأ السيرتيفيكت هاند تشيك. وحد هيسألني ايه هو الفرق بين HTTP والHTTPS؟ اقول لكم دي اساسيات امن سيبراني بنتكلم فيها على البروتوكولز اللي بنتكلم بيها مع المواقع الالكترونية. الHTTP بيكون غير مشفر، اما الHTTPS بيكون بروتوكول مشفر. طيب طبعا شرحت ايه هو LS الليستنج، وقلت برضو انه ممكن استخدم LS-LHS أديليت الفايل باستخدام RM، ممكن برضو أديليت مسار كامل، بس ساعتها أحتاج أن أنا أحط قبل الأمر داش R قبل اسم الملف. ياريت يا باشمهندس عبد الله القحطاني يعني ركز معايا، وممكن الأسئلة هنفتح لها إن شاء الله مجال بعد 10 دقايق، عشان أنا شايف حاجة بتبعت سؤالك كل شوية، فخلينا بس نكمل بإذن الله وحجاوبك على سؤالك بإذن الرحمن. خلاص اللي يكتب يا جماعه سؤال بس مره وانا هرجع ورا الاسئله والله حاضر. طيب دلوقتي مثلا في المسار دوت اللي كان اسمه هو اللي كان اسمه داونلود، وعملت ls مثلا، فلقيت ان في فايل اسمه نيو، هعمل مسار هنا جوه اسمه اليكس. فدلوقتي لما هعمل ls هلاقي ان في فايل اسمه نيو ومسار اسمه اليكس. لو عايز اديليت الفايل اللي اسمه نيو احنا عرفنا ازاي rm new اتدلت. طب لو عايز اديليت المسار اللي اسمه alex ممكن اكتب rm alex واضغط كده، هيقول لي ما ينفعش لان alex ده مش فايل، alex ده عباره عن مسار. فعشان امسح المسار ممكن اعمل rm dash r وبعد كده اكتب اسم المسار، او ممكن اعمل امر اخر اسمه rm dir واكتب اسم المسار. ف rm dir او rm dash r الاثنين ممكن امسح بيهم مسار معين. لو عايز ادور على ملف جوه نظام لينكس ممكن اكتب الامر لوكيت، امر جريب شفناه، امر التوب، البي اس يو، السودو، هنتكلم عليهم كلهم دلوقتي مع بعض. دلوقتي بالنسبه لللوكيت انا ممكن اكون عايز ادور على اي ملف بيبدا بكلمه احمد وبينتهي مثلا بكلمه exe، واضغط انتر هلاقي مثلا ان مفيش ملف بيتضمن هذا النيم. طب هقول عايز الاقي اي ملف بينتهي بكلمه دوت بي واي يعني بايثون سكريبت، لو عملت كده مش هلاقي برضو حاجه. طيب مش لوكيشن، اسف، لوكيت. فلما هعمل كده دي كده كل المسارات او كل التطبيقات اللي بتنتهي بكلمه بي واي. ممكن بقى حضرتك في لينكس بيبقى فيه بقى شغل انك تقدر تستخدم ريجولار اكسبريشنز، ودي موضوع تاني يعني طول شرحه، بس باستخدام الريجولار اكسبريشنز دي حضرتك ممكن بقى تدور على كلام بيبدا بحرف معين، بيبدا بحاجه معينه، يعني بتبدا ان انت ايه تدور على يعني حاجات باستخدامات ايه تعتبر اخرى، او تقدر ان انت تدور على ماذا اكتر يعني. طيب بالنسبه لو انا عايز بقى اشوف استهلاك البروسيسور الميموري على نظام لينكس بستخدم امر اسمه توب، وده بيبين لي الاوامر او الحاجات اللي بتحصل في الباك جراوند وبيحصل لها زي ريفرش كل شويه. اما بقى لو عايز اشوف الموضوع بس بشكل ثابت مش شكل بيحصل له ريفرش ممكن استخدم الامر اللي اسمه بي اس داش اي يو اكس. فايدة الامر دوت ان هو بيبين لي البروسيس اللي شغالة، وجنب البروسيس بيبين لي البروسيس اي دي اللي شغالة او اسم رقم التاسك اللي شغال عندي على النظام. فبلاقي هنا ان اسم البروسيس وبلاقي هنا البي اي دي. فمثلا خلينا كده نقول مع بعض، انا دلوقتي مثلا عندي على اللينكس هشغل برنامج اسمه واير شارك. واير شارك ده هو اداة بقدر اعمل بيها سنيفنج للبيانات. فالبرنامج هو اشتغل معايا، انا مش بعمل سنيفنج ولا حاجه، بس دلوقتي انا عايز من شاشه الاوامر اقول له انا عايز اشوف لو برنامج واير شارك شغال ولا لا. فاقول له بي اس داش اي يو اكس جريب واير شارك، فهيقول لي برنامج واير شارك شغال وده رقم البروسيس بتاعته. هقول له كيل داش 9 واكتب له رقم البروسيس 3895. انا بعمل ايه دلوقتي؟ البرنامج اهو شغال وانا عايز اقفله من شاشه الاوامر. فاول حاجه دورت في التاسك مانجر اللي هو شبيه بالنظام اللي هو بتاع الويندوز اللي هو ده، دورت على البروسيس اي دي بتاعه النظام ده او بتاعه التطبيق ده على برنامج او على نظام لينكس. بعد ما جبت البروسيس اي دي باستخدام هذا الامر، وخلي بالكم انا عملت فلتريشن باداه اسمها جريب للفايل او للملف اللي اسمه واير شارك،
دلوقتي هقول له بقى كيل داش 9 وكتبت له رقم البروسيس اي دي المرتبطه ببرنامج واير شارك. لما هعمل دلوقتي كده وخلي بالكم بصوا اللي هيحصل هنا دلوقتي، لما هعمل دلوقتي كده هلاقي ان واير شارك اتقفل. فانا ممكن استخدم ده او احتاج استخدمه ليه؟ احيانا ممكن تلاقي ان في مالوير او فيروس شغال، والفيروس ده انت هتعرفه من لما تدور على او تدور في قائمه الوظائف اللي شغاله عن طريق مثلا الفيروس ده ممكن يكون بيلسن على تي سي بي بورت معين، فتجيب رقم البورت بالنت ستيت وبعد كده حضرتك تروح تدور على الفايل اللي كان بيلسن على هذا البورت فتعرف ان هو ده فايل الفيروس، تشوف البروسيس اي دي بتاعته اللي شغاله مين وتكل هذه البروسيس. يعني خليني اوضح لحضراتكم كده حاجه لبقى الناس الادفانسد اللي عايزه تشوف لاب، يعني الناس اللي عايزه تشوف لاب وتشوف الكلام ده دخل ازاي مع بعض. هي برضه هتبقى فرصه ان يعني ايه اللي عايز يستفيد ويشوف تطبيق لاب عملي لهذا الكلام هيشوف الكلام اللي بقول عليه دلوقتي. انا كنت في فتره من فترات يعني بحل زي تشالنج على موقع ما، فخليني كده اقول لكم فالمفروض هنا تقريبا انا بعت لكم اللينك دايركت بس انا بدور عليه لان انا فعلا ناسي هو كان موجود في انو قائمه تشغيل. كان هو الموقع ده، الموقع او البرنامج ده او الفيديو دوت. في الفيديو دوت المفروض ان كان اللاب عباره ان احنا بنفحص نظام ولقينا ان النظام ده عليه فيروس بيعمل تسريب للبيانات اللي موجوده على هذا النظام. فيعني الشغل بقى اوامر وان احنا بنشوف التاسكات اللي شغاله وبنشوف البروسيس اي دي اللي شغال عليها. وعموما انا وانا بشرح انا مش بتكلم، انا بشرح برضو انا كنت بعمل ايه. على رقم البروسيس 251 هبص هنا هلاقيه بيقول لي البروسيس دي اللي بيرنها run through بايثون وبالبايثون بيرن الفايل ده اللي هو delphi at home with png. كان فيروس موجود في شكل صوره، فيعني ليه انت محتاج تتعلم بقى الاوامر واللينكس ووجع الدماغ ده؟ اهو ده سبب من الاسباب، لان انت في بعض الاحيان ممكن يكون هي دي طريقتك الوحيده اللي انت محتاج تتعامل بيها مع النظام. طيب نت ستيت كان من الحاجات برضو انت ممكن تشوفها في هذا الفيديو، فالفيديو اللي انا بعته ده هيكون مفيد للناس اللي عايزه تاخد معلومات اكتر. هو ام اي ده بيقول لك مين اسم المستخدم اللي داخل دلوقتي. برنت ورك دايركتوري بيقول لك النظام اللي انت او المسار اللي حضرتك واقف فيه. تاتش ده الامر اللي كريت بيه اسم فايل. مور كنت بقرا بيه اسم الفايل. كات كنت بقرا بيه الكونتنت اللي جوه الفايل. في احنا برضو خدنا الفي وكنت بقول لك عشان لما تاكزيت محتاج انك تضغط على اسكيب ونقطتين دبليو كيو، اعتقد اني شرحتها. تشينج مود وتشينج اونر والكلام ده كله دي تعتبر من الاوامر او يعتبر ده الامر اللي بنغير بيه الصلاحيات في النظام اللينكس بتاعنا. وتشينج مود دي معناها الثلاث سبعات دي معناها ان اي الاونر يقدر يعمل اي حاجه بالملف، الجروب يقدر يعمل اي حاجه بالملف، البابليك او اي حد بره السيرفر يقدر يعمل اي حاجه بالملف. مش مهم هزيد معلومه ليكم دلوقتي، بس بالنسبه لاستاذ بندر هو كان بعت لي اذا اعطيت ملف امر كيف اقدر احذفه بعدين. انت لما تعمله تشينج مود ثلاث سبعات فانت كده خلاص انت اي حد يقدر يعمل في اي حاجه. الامر نت ستيت ده بيبين لك الاتصالات اللي بتتم على الجهاز او الاتصالات اللي موجوده في الجهاز بتاعك. بص حاجه كده على جهاز الويندوز نت ستيت داش ان دي كده كل الاتصالات اللي الجهاز بتاعي عاملها. ففي مراحل اكتشاف الفيروسات واكتشاف المشاكل اللي في الاجهزه احنا بنشوف البورت ده
مين بيلسن عليه عندي في الجهاز بتاعي، فممكن يطلع فيروس فاتح بورت وببدا ان انا اسمع على البورت. اوامر برضو كتير جدا ليها علاقه باللينكس احنا كده ان شاء الله هنشوفها خلال شغلنا، ازاي ريستارت سيرفر نتورك، ازاي ان انا اكريت يوزر، وكده كده برضو ان شاء الله احنا في اللاب بتاع بكره هنتكلم على ازاي نكريت اليوزر. برضو الويندوز لازم نبقى عارفين نتعامل مع الاوامر الخاصه بيه، فبرضو انا سايب للريفرنس بعض الاوامر المهمه اللي ممكن تحتاج ان انت تشتغل عليها باستخدام نظام الويندوز. وبس كده، ده كده المفروض كان الكونتنت بتاعنا النهارده. طبعا بقى يعني زي ما انتم شايفين مطلوب منكم شغل كبير، مطلوب منكم الناس اللي عندها المعلومات دي اوريدي تدور بقى، او ممكن ان هي تتفرج على الفيديوهات اللي انا بعتها. الناس اللي ما عندهاش المفروض ان التسجيل هيتم مشاركته معاكم من المنظمين، وتقدروا ان انتم ان شاء الله من خلال التسجيل تتفرجوا عليه تاني، تاخدوا ملخصات، تعرفوا نقط الضعف او مواطن الضعف عندكم فين، وتحاولوا انكم تصلحوها او تحاولوا ان انتم تحسنوا نفسكم. واي حاجه يا جماعه بتطلع واحده واحده، انا ربنا يعلم بحاول ان انا اشرح كل التفاصيل الممكنه اللي ممكن ان شاء الله تفيدكم في حياتكم العمليه.